الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. الملك كما تعلمون هو الأهلي، والكتابة كل ما يكتب عنه. حوارنا وخلافنا واتفاقنا لم يكن يوما مع الأشخاص أو عليها، ولكن دائما وأبدا مع المضمون ومع القضايا التي تهم الأهلي وكل ما يكتب عنه. لم نكن يوما لنا قائد ننقلب عليه، ولكننا دائما قائدنا هو الأهلي وضمائرنا. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بك أعزائي المشاهدين، وهذا الموعد الذي يتجدد معكم دائما في برنامجكم ملك وكتابة. إضافة إلى كل ما ذكره المهندس عدل القيعي من نقط نظام مهمة، الليلة ليلة الكاس وحبيب الملايين تنتظره كل الناس. بكرة إن شاء الله تعالى الأهلي والمصري نهائي كأس مصر يا باشمهندس. أحلام عريضة للأهلي أن يضم الثنائية بإذن الله وتبقى المرة الـ14 في تاريخه الكروي الكبير، والمصري عنده رغبات مشروعة وطموحات. هي ليلة الأحلام كما نناقشها بعد سرد الأخبار. ليلة أحلام كل الناس. من يتمنى فوز الأهلي وهم الأغلبية الكاسحة، ومن يتمنى فوز المصري من بورسعيد أو من خارجها لاعتبارات أخرى. فهي ليلة الأحلام المشروعة، وحتى تظل أحلام مشروعة يجب أن تظل في حدود المشروعية وعدم الخروج عن الروح الرياضية. عشان كده هنناقش فاينل الكاس، هنناقش المباراة النهائية من كل أبعادها، إيه الاستعدادات، إيه الضوابط اللي وضعت ليها، إيه المعايير الفنية المتاحة ليها، وإيه التوقعات أيضا. أمور كثيرة جدا في حلقة الليلة فيها عنوانين مهمين نقولهم: ليلة الكاس وأحلام الناس، وبعديها إن شاء الله فقرة حوارية جدا. باشمهندس، بالنسبة للفقرة الحوارية أرجو أن ينتظروها حتى يروا طعم الأهلي. أيوة. حتى يروا قيمة الأهلي. حتى يروا لماذا الأهلي مختلف عن الآخرين وعن الجميع. هي الحوار الراقي بكل معنى الديمقراطية والمنهجية والموضوعية إن شاء الله. النهاردة يعني إذا كان بكرة فاينل الكاس، النهاردة أجريت قرعة الدوري الجديد. مش بقول لك هي ساقية وشغالة، اللعيبة والإداريين والمدربين مفيش فرصة حتى لالتقاط الأنفاس قبل ما تبدأ أو قبل ما يزدل الستار على بطولة كاس مصر. أجريت قرعة الدوري الممتاز النهاردة أسفرت عن أنه الأهلي هيبدأ إن شاء الله تعالى ضربة البداية مع طلاع الجيش، ضربة عسكرية صريحة جدا. الأهلي وطلاع الجيش ضربة البداية في الدوري. الأسبوع الأول هيبقى فيه الأهلي مع طلاع الجيش، طنطا مع النصر، المصري مع وادي دجلة، إنبي مع سموحة، والأسيوطي مع مصر المقصة، والمقاولين مع الرجاء، والاتحاد مع الإسماعيلي، والإنتاج الحربي مع الزمالك. دي مباريات الأسبوع الأول في الدوري اللي هيبدأ 9/9 إن شاء الله. هقول لكم ماتشات الأهلي عشان تبقوا في الصورة. الأهلي هيلعب مع الزمالك في 17 أسبوع بقى وترتيبهم. يعني الأهلي هيبدأ بطلاع الجيش وهيختم الدور الأول بالزمالك، وهيتبقى طبعا في الدور الثاني نهائي الدوري الأهلي مع طلاع الجيش في الأسبوع الأول. الأسبوع الثاني هيلعب المقص، والأسبوع الثالث هيلعب الرجاء، والأسبوع الرابع هيلعب مع الإسماعيلي، وبعدها هيلعب مع الاتحاد، ثم مع المقاولين، ثم مع الأسيوطي، ثم مع النصر والإنتاج الحربي والداخلية والمصري في الأسبوع الـ11. الأهلي يلعب إنبي في الأسبوع الـ12، وبعدين يلعب طنطا، وبعدين يلعب سموحة، ويلعب دجلة، ويلعب بتروجيت قبل ما يلعب الزمالك في ختام الدور الأول. اتحاد الكرة أمهل الأندية المشاركة بـ18، مهلة 4 أيام عشان كل نادي يبعت يحدد الملاعب اللي هيلعب عليها المسابقة. وأكد المهندس عامر حسين أنه تم وضع الجدول وفقا لقرعة صريحة جدا، وتم الاتفاق على سرعة إرسال الأندية ملاعبها علشان تقدر تستقر وتستمر. هو أهم حاجة بقى دي تحديد الملاعب، بحيث أن ما يحصلش أي خلاف عليها بإذن الله، ويبقى الناس عارفة مش كل أسبوع نعيش دوامة الملعب والإذن والكلام ده. بكرة فاينل الكاس، الكابتن حسام البدري اختار قائمة
المباراة اللي سافر بيها في المعسكر. حراسة المرمى عنده 3 حراس، شريف إكرامي وأحمد عادل عبد المنعم ومحمد الشناوي. خط الدفاع واخد 3 في الناحية اليمين، أحمد فتحي وباسم علي ومحمد هاني، الثلاثة موجودين. وفي قلب الدفاع رامي ربيعة ومحمد نجيب، وفي صبري رحيل وعلي معلول في الناحية الشمال. واخد في قلب الوسط المدافع عمرو السلية وحسام عاشور وأكرم توفيق وكابتن الأهلي حسام غالي. دي المباراة الأخيرة لحسام غالي بالفانيلا الحمراء قبل ما ينتقل يسافر يوم الأربعاء إن شاء الله للانضمام إلى ناديه الجديد النصر السعودي. والناس لازم تعرف إن ده كان شرط حسام غالي في احترافه. أيوه. أن يسمح له بحضور مباراة النهائي. سواء لعب أو ما لعبش، ده مسألة تخص الجهاز الفني. أيوه. ولكن قال لهم لازم ما أمشيش قبل المباراة النهائية وأكون متواجد يعني. في قلب وسط خلف رأس الحربة القوة الضاربة الحمراء عبد الله السعيد ومؤمن زكريا ووليد سليمان وصالح جمعه وميدو جابر واحمد حمودي. ما شاء الله تقل الاهلي كله في منطقه نص الملعب المهاجم. وعنده 3 مهاجمين موجودين في القائمه، كابتن عماد متعب وجونيور اجاييه وعمرو جمال ايضا بعد ما تم تجديد عقده او تمديده قبل ما يسمح ليه بالسفر الى جنوب افريقيا. نفس معار الى بيدفست الجنوب افريقيا. قال يحضر وبعدين يمشي. الكابتن عصام عبد الفتاح عضو اتحاد الكوره والمشرف على لجنه الحكام اعلن انه طاقم التحكيم اللي هيدير المباراه طاقم نرويجي. سيفن اودفر موين ده من النرويج حكم ساحه، وكيم توماس ايضا المساعد، ولاندبيرج المواطن النرويجي له ده حكم مساعد تاني، والحكم المصري الرابع هو بدوي حميده. ده بالنسبه لكل شيء عن مباراه الكاس الاهلي والمصري بكره باذن الله تعالى. لكن من الاخبار المهمه هذا الاسبوع كانت اعاده انتخاب الدكتور حسن مصطفى، واحد من اهم قامات الرياضه المصريه في تاريخها الحياه وجهه رياضيه دوليه مشرفه. اعيد انتخابه رئيسا للاتحاد الدولي لكره اليد للدوره الخامسه يا باشمهندس. بسم الله ما شاء الله، حاجة مشرفة. نجح بالتزكية. حاجة ما هو ما حدش خلاص عارف انه يقدر يعمل حاجة مع الراجل ده. والمفتاح بتاع نجاح الكابتن حسن مصطفى. قول لي انت بقى، انت راجل هاند بول مان وراس التاريخ حسن مصطفى. لا وعشرته. يعني هو مواليد يعني سن متقارب. 44. وكمان انا دخلت النادي الاهلي فبتابع كل الالعاب. جاء لعب سنة أو اتنين في ناشئي الزمالك ثم أتى إلى الأهلي ليبدأ مشوار حياته كله ونجاحاته وانطلاقاته الكبرى من النادي الأهلي. كان لاعبا حتى وصل إلى الفريق الأول ولعب مع منتخب مصر من خلال النادي الأهلي. وبعد كده كان لاعب قوي زي ما هو إداري قوي، هو طول عمره كده قوي البنية جدا. وعنده يعني ارتقاءات وبتاعه، وكان يميل ويشوت كده زي جوهر نبيل سامي عبد الوارث. يطلع في الهواء يميل كده ويشوت. انما لما بطل طول عمره بقى شخصيته ما كانتش واضحه قوي هو لعيب ان هو الراجل اللي عنده كل سماته والطموح القيادي ده. الا من يوم ما بطل. ساعه ما بطل لم يبدا صغيرا، انفجر. لم يبدا مدربا للناشئين، بدا مدربا للنادي الاهلي. وانتقل من النادي الاهلي على فين؟ مدربا للفريق الاول لمنتخب مصر. وانهى مشواره التدريبي برئيسا للاتحاد المصري لكره اليد. رافع سقف طموحه على طول. ثم دخل الانتخابات الوحيده اللي سقطت. انتخابات الاتحاد الافريقي، وانا نصحته قلت له دلوقتي عندهم نائب رئيس الاتحاد من مصر ذو بشره بيضاء لا يمكن هيسمحوا. كان الدكتور نبيل سالم، ونبيل سالم ما كانش يسقط في الاتحاد. كان نائب الرئيس. قلت له مش هيسمح ان الرئيس والنائب يبقوا من البلد. في صعوبه كابتن حسن ما تاجل. قال لي لا. وشوف القوه الجبروت بتاعه. صوتين سقط على صوتين. صوتين اتنين، خد 22، لو خد 24 كان نجح. يعني صوت يعمل له اعاده لو صوت نقل هنا. فهو ده طموحه. اول ما ما, ما 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 خرج من الاتحاد المصري كرة اليد بالقوانين والكلام ده على الاتحاد الدولي، لم يدخل عضوا، دخل رئيسا للاتحاد الدولي لكرة اليد. ومن يومها يا حبيبي ما فيش غيره.
مفيش غيره. طموحه الاكبر اللي يبين لك شخصيته بقى. مفتاحه كان ايه في كل الكلام ده؟ هو راح لايبزيج في منحه دراسيه، رجع منها يمكن يكاد يكون الوحيد اللي بيرطن الماني زي الالمان. انا فوجئت يعني حسن. الالمانيه كانت مفتاحه انه يخش على سويسرا عدل، بيتكلموا المانيه طبعا، ومفتاحه للعالم كله بيتحدث العربيه والانجليزيه والالمانيه. عايز ايه بقى تاني؟ نمره اتنين او تلاته او عشره، معرفش انا قلت كام. كام حاجه. الراجل ده صارم في النظام. متعب. لنا تجربه كبيره. انا تجربتي معاه كصديق، مسؤول الاول وانا في مجلس اداره النادي، كنت معجب بتجربته وكنت اقوم بحمايته. يا ما حسن ده كان متعرض، ان هو دكتور حسن يعني كان متعرض انه ناس تطيح بيه، كان الناس مستكتره عليه انه يبقى مدرب النادي الاهلي. ولما رحت امين صندوق الاتحاد المصري لكره اليد نفس الشيء، كنت استشعر ان في ناس جوه الاتحاد ضده. فكنت اقوم ايضا بدعمه، و لدرجه ان انا يعني تمكنت ان انا اكون المشرف على الفرق القوميه عشان احمي المنظومه دي من ان حد يتعرض لها. كنت مبسوط منه ليه؟ كان راجل صارم جدا مع اللعيبه واللعيبه تحبه زي جوسيه كده. ليه؟ يفوت على اللعيبه، هقول لك حاجات بسيطه جدا، مفاتيح اللعيبه دي حاجات بسيطه، والشخصيه ذكيه، يحس ان اللعيب جعان يروح واخد التفاحه اللي في طبقه هو حاططها قدامه. طب انت لما تعمل معايا كده تبديني عن نفسك، لما تحس ان انت مع راجل ما بيلملش يمين وشمال كده، تغلط هيتبحك، هيتبحك بمعنى هيتبحك. تمشي عدل هيحطك فوق دماغه بمعنى الكلمة. فكان يجمع بين الحب والاحترام، ودي نماذج مش كثيرة في التدريب الرياضي في القيادة الرياضية. خلافاتي معاه طبعا في بعض المواقف طبيعي بحكم الامور. سعيد لما ترشح ضد الكابتن صالح هو كان عارف يعني. حتى مره داعبني كده، كنا في الوقت يسمح احكي لك القصه دي. اتفضل. هو جينا في المجلس التكميلي، كان لاخر يوم موجود معانا. وجينا يوم الانتخابات، مش هحكي التفاصيل دي، مجلس اللي هو فبراير 92 اللي هو فبراير. فكان الكابتن صالح لاول مره يعمل قايمه مقفوله، واشترط الناد كلها من العناصر الجديده، ما كانش فيه حد قديم غير انا واللي هو مبروك متولي. عشان ما كناش في المجلس السابق، قال كل اللي استقالوا من مجلس الكابتن الوحش ما ينزلوش الانتخابات دي، وجابوا لي وجوه جديده. من ضمن الوجوه الجديده في مجلس، مش وجوه جديده في الرياضه، مجلس كان الكابتن حسن مصطفى. وكان وقتها يعني من المقرر انه ينزل معانا. جه اخر يوم الاعتبارات ما نزلش، فاصبح هناك، نزلنا بتسعه، فدخل الاستاذ حمدي الكنيسي مكانه. هي دي. فجه بعديها، كنت انا خرجت من اتحاد كره اليد 8 سنين، الفتره اللي بعديها لقيت الاستاذ عثمان سالم في الاخبار وانا بكتب الموضوع بتاع الاهلي. ايوه. بيقول لي انت ما جيتش اجتماع بورسعيد ليه امبارح؟ قلت له بتاع ايه؟ قال لي ده دكتور حسن مصطفى كان في بورسعيد بيهيئ لمؤتمر عشان الاتحاد كله يجي بالتزكيه، والناس سالت كلها عنك. فقال لهم لا، المهندس عادل القيعي قرر انه يتفرغ للاهلي، ملوش رغبه انه ينزل. فاكر انا الوقت في كره اليد. فكلمته قلت له انت يعني كلمت باسمي وما سالتنيش؟ قال لي انت مش قلت ان انا الاولويه للاهلي؟ قلت له معلش اسالني، وعلى العموم هي الاولويه للاهلي وبتاع. فلما جينا يعني، فبيقول يعني انا قلت كده ليه؟ بضحك كده. قلت له عشان الانتخابات الجايه يا كابتن حسن مش هنكون في خندق واحد. أيوة. فضحك. هو طبعا انا اول ما اعتذر على انه ينزل مع الكابتن صالح، عرفت ان هو عنده طموح ينزل في الانتخابات الجايه رئاسه النادي الاهلي. وهو عارف ان انا فاهم وانا فاهم، واخد بالك؟ فقلت له مش هنكون في خندق واحد يا دكتور حسن. يعني ودي الود ده، وهي دي المره الوحيده. وبعد كده لحد اليوم تقدير كامل منه ليا ومني ليه. وانا معجب بنموذج الدكتور حسن مصطفى ايام اعجاب. وانت بتدير معركه الكابتن صالح ضده، ودي مالها؟ ده الفريق مرتجي ما زعلش مني. ده كمال بيه حافظ ما زعلش مني. ده الكابتن الوحش ما زعلش مني وانا بدير
معركه الاستاذ كمال حافظ ضده. ما كانش حد بيزعل من حد يا ابراهيم. الناس كلها بقول لك كنت بالليل اتعشى مع كمال بيه والصبح اقف استجوبه في الندوات. وده الاهلي. الاهلي كمان بمناسبه كره اليد بينعي او بيشاطر الكابتن اشرف وحازم عواض لاعبي النادي الاهلي السابقين الى احزان في وفاه والدتهما تغمدها الله بواسع رحمته. والاهلي بيخطر الكاف باقامه لقاء الترجي مباراه الذهاب ان شاء الله اللي هتكون في دور الثمانيه في برج العرب. الاهلي حدد لها 16 سبتمبر المقبل باذن الله. مباراة مهمة جدا للأهلي في دوري أبطال أفريقيا، نهائي مبكر يعني لما الأهلي يلعب مع الترجي في دور الثمانية ده نهائي مبكر بمعنى ده اللقاء الأول. يعني أول لقاء أفريقي 16/6/9 والأهلي بيعلن إن هو تلقى الموافقة الأمنية على حضور 20,000 مشجع بإذن الله الحمد لله في مباراة الأهلي مع الترجي. عمرو جمال زي ما قلت لكم مدد عقده سنتين قبل ما هيسافر معارا الى بيدفست الجنوب افريقي لمده سنه. كابتن حسام غالي في تكريم خاص له من الجماهير الحقيقه بيفوز بجائزه افضل لاعب هذا الشهر من خلال استفتاءات مواقع التواصل الاجتماعي عن شهر يوليو، هو اللاعب الابرز في لاعب بين لاعبي النادي الاهلي في شهر 7. وحسام غالي بيقول ان هو سعيد سعاده كبيره جدا انه يكون اخر مشاركه له بالفانيلا الحمراء هو اللاعب الافضل في الفريق، وده بيؤكد على انه حتى لما اقدم على خطوه انه يلعب سنه باذن الله في النصر السعودي ما كانش لانه شطب ولا لانه مستواه قل، خارج وهو واقف على رجليه، خارج وهو احسن لاعب في الفريق. حاجه جميله جدا. ولكني بس مختلف على كلمه واحده. ليس تكريما ولكن استحقاقا. استحقاق حصوله على هذا اللقب على ما اداه في البطوله العربيه وفي الماتشات الاخيره. فاذا هو بجداره هو ولا ينافسه الا صالح جمعه اللي هو ثم اجاي يعني واخد بالك، هي المساله كانت واضحه. الثلاثه دول بالترتيب هم الافضل خلال الفتره الاخيره. والكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره بيقول للاعيبه الجداد، اللاعيبه الجداد اللي مضوا للاهلي خدوا بالكم انه عندنا حظر اعلامي. بس حظر بالظبط مش بالدين. الموقع اللي كاتبها بالزال، لكن بيأكد على انه اي كلام هيصدر عن اي لاعب في ظل هذا الحظر هيعرض صاحبه للغرامه. الاهلي بيرفض عرضا برتغاليا لضم صالح جمعه. هو يعني اي حد هيبرز بالاهلي؟ هو بس الـ التنبيه ده يمكن الوحيد اللي ما كانش يعرفه وليد ازارو. لكن الثلاثي العائد او الرباعي الشيخ واسلام محارب وايمن اشرف وهشام محمد، الاربعه طالعين من النادي الاهلي وعارفين النظام. الكابتن حسام البدري بيرفض عرضا برتغاليا لضم صالح جمعه. نبي ابعدوا عننا شويه. نادي فيرنسي اسمه كده، فيرنسي من البرتغال، قدم عرض رسمي للنادي الاهلي للحصول على خدمات صالح جمعه بعد تالقه في الفتره الاخيره. ما هو فيرنسي ده مش اللي راح فيه ورده؟ ورده راح ورجع. ايوه اللي راح له ورده. بيتقاضى اللاعب وفقا للعرض المقدم 400,000 يورو خلال الموسم، كما شمل العرض المقدم للاهلي منح النادي 20% من قيمه بيع اللاعب مجددا على اساس ان الاهلي يبيع صالح جمعه بمليون يورو. صالح جمعه لاعب مهم جدا ما شاء الله الفتره احيانا اللي فاتت. الشيء يبقى اثمن من ثمنه. مش مساله يعني انت مثلا ما بتبقى عندك مثلا عربيه معينه بيجي لك فيها رقم اكتر من قيمتها، لكن قيمتها المعنويه لديك او احتياجك ليها او ما تمثله لحياتك في اللحظه دي اعلى. فاحسن حاجه دلوقتي اقفل الملف ده وخلينا بالباقي، خلينا نعرف نعمل موسم قوي باذن الله. عشان كده الكابتن حسام كمان مش رفض بس التفريط في صالح جمعه، رفض التفريط كمبدأ. في مؤمن زكريا كمبدا، ومؤمن عنده عرض من احد الانديه السعوديه اكد له انه ما فيش اي استعداد للتفريط فيه. في صدى البلد الاستاذ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قال لك الاهلي ضم فريقا كاملا من الاسماعيلي والاداره تماطل معنا في لاعب، بالاشاره الى ابراهيم حسن لاعب الاسماعيلي اللي الزمالك عايزه.
لكن الحقيقه يعني مش هنقعد نعد بقى. ده يعني رضا سيكا والباك الاسمر كتير كتير. لا ويعني واحمد علي ويعني يجي 7-8 لعيبه واسلام الشاطر. بس الفكره ان اللي بيروح الاهلي عنده فرص نجاح فبيبان. ايوه بيبان. هي الفكره بتضايق قوي يعني. وهاني سعيد كل دول مش من الاسماعيلي كتير. يعني يجي 10 لعيبه راحوا له. عدم استمرار ودي مش مشكلتنا احنا. ايوه. بمناسبه برضو اللاعبين بالذات القادمين من الاسماعيلي، احمد حجازي ما شاء الله بدايه موفقه جدا في الدوري الانجليزي وبيسجل هدف مع ويست بروميتش وبيبدا بدايه متوهجه باذن الله تعالى تكون انطلاقه قويه لاحمد حجازي وبنتمنى له التوفيق فيها. بيقول سعيد جدا بهذه البدايه وبيتمنى ان شاء الله ان تكون أهم انطلاقه حاجة. قويه ليه. اهم حاجه تثبت نجاحه مش الهدف اللي جابه بس. حفاظه مع زمايله على نظافه الشباك. هو رايح عشان دي، لو جاب جون زي بعضه، لو ما جابش جون مش هيعتبر مقصر، لكن هي دي اللي بتعكس ان هو ادى مباراه طيبه وكان موفقا. الحقيقه يعني اللعيبه المصريين المحترفين بره في بداياتهم ما شاء الله، بس المهم جدا مصري. زي ما المهندس اسبوع مصري خالص. شوف لما التليجراف البريطانية تتكلم على نجاحات أحمد حجازي وتشير إن هي ضمن الصفقات اللي عملها بروميتش، بتقول صفقة أحمد حجازي قدمت مستويات مذهلة جدا في هذه المباراة، وقالت إن اللاعب المصري تمكن من تسجيل هدف لناديه وقدم عرضا قويا. الميرور قالت إن أحمد حجازي استطاع أن يكسب قلوب مشجعي ناديه بعد المستوى الرائع اللي ظهر به أيضا في المباراة الأولى وقيادة فريقه للفوز. وقالت الصحيفة الكبرى أن كل الناس في ويست بروميتش والمدير الفني توني بوليس سعيد جدا، وكان أكثر الناس سعادة بعد ما حصل على مكافأة تجديد تعاقده مع النادي، وشاف أنه أحمد حجازي ورقة الرهان الرابحة بالنسبة له. يبدو ان الفوز اللي حققه احمد حجازي كان دافعا الى تجديد التعاقد مع المدرب، فعنده سبب اضافي يعني. الاهلي بيتلقى دعوه من الجبلايه لحضور اجتماع للجنه الانديه، وقلنا انه حسنا فعل المهندس هاني ابو ريده لما اكد عزمه على ضروره تاسيس رابطه الانديه علشان تبدا تشيل حمل الدوري كله بكل تنظيماته، تبقى هذه الرابطه بالشكل الاحترافي الكامل هي المعنية بإدارة المسابقة. النادي تلقى خطابا رسميا من اتحاد الكرة يدعوه فيه لاجتماع لجنة الأندية مع المهندس هاني أبو ريدة، هتبقى يوم الأحد إن شاء الله 20 أغسطس. وقال الخطاب اللي تلقى النادي إن هو تم إلغاء انتخابات رابطة المحترفين لوقت غير محدد ما توجيه الدعوة لحضور اجتماع مع هاني أبو ريدة. يعني ايه تم الغاء الانتخابات؟ كان محدد لها يوم 27 اظن. فالانديه احتجت على الميعاد ده، فهو زار طالبهم للاتفاق على ميعاد جديد. على ميعاد. اتحاد الكره يصدر قرار تفصيل، يمكن ده موقع الاهلي دوت كوم واكثر من موقع اتكلموا على، ودي نقطه مهمه جدا لانه عند كل قيد لعيبه سواء الاجانب او حتى زياده عدد اللعيبه في الانديه، دايما وابدا يتقال ان دي ضغوط الاهلي ورغبه الاهلي ومصلحه الاهلي باستمرار. الاهلي في قضيه اللاعب الاجنبي الرابع ما اتكلمش، وما عندوش 4 اجانب ومش محتاج 4 اجانب، لكن فضل دايما وابدا الكلام على انه هيضيفوا لاعب رابع علشان الاهلي محتاج يسجل لاعب رابع. هو اي نادي عايز يمرر شيء يحدفه على الاهلي. والله اذا اترفض يبقى الاهلي كخه. اذا اتقبل هو استفاد. فدلوقتي يعني اللي عايز حاجه على طول وش كده. ومين اللي استفاد المره دي؟ ما طلع طارق يحيى وجبناه وبيقول احنا عايزينهم 5 مش 4. طيب شاهد من اهلها الكابتن عصام عبد الفتاح عضو اتحاد الكوره، هو تم اضافه اللاعب الرابع الاجنبي ليه؟ والمصلحه مين؟ وبناء على طلب ايه؟ اتكلم الكابتن عصام عبد الفتاح في إحدى المحطات الإذاعية، نسمعه.
طب بالنسبه للاجانب، ثلاثه اجانب واحد تحت السن؟ اه ثلاثه اجانب واحد تحت السن. طيب هتتغير يعني تحت السن؟ تحت السن دي تمام بقى، هو كان ثلاثه اجانب بس. اه واحد تحت السن خلاص خدتوها يعني القرار؟ اه ده قرار خلاص. لا القرار القديم ثلاثه اجانب فقط، والقرار الجديد ثلاثة أجانب فقط وأجنبي تحت السن. طب تمام، ده قرار جديد خلاص اتخذتوه يعني. اه بالظبط بالظبط. تمام تمام، دي معلومة جديدة برضو بنأكدها. اتفضل يا باشمهندس المرة دي عشان نادي الزمالك. القرار القديم ثلاثة والقرار الجديد ثلاثة زائد واحد. والقرار الأجدد هيكون كام؟ دي ثلاثة زائد واحد. هو كان القرار زمان، ما هو أصل الفكرة كلها طول ما انت حاطط الاهلي قدام عينك يا متخذ القرار هتفضل في حاله الحيره والتغيير المستمر. كان ثلاثة كبار وثلاثة ناشئين. قال لك لا دي معمول عشان النادي الاهلي. خليها ثلاثة كبار بس والغي الناشئين، الثلاثة الناشئين. عملوها، استمر الاهلي يفوز. لا ده ال 30 دول عشان النادي الاهلي، خلوها 25. احتج الزمالك والاستاذ ممدوح عباس راح مرجعينها 30. لا ده مش عارف ايه عشان الخمسه، ال 30 زائد خمسه من الناشئين، لا نلغي الخمسه عشان دي معموله عشان الاهلي. اذا يزجب الاهلي، لكن هو تاني هرجع اقول مشكلتكم مش في الاهلي، عايز ايه؟ مشكلتكم انه اي نظام هتحطوه الاهلي هيتظبط واكتر نادي هيعرف يدير ملفه. انتوا عايزينها ثلاثه وواحد ناشئ، كتر خيركم. نجيب بقى واحد ناشئ يبهر الناس يروحوا لغينا السنه الجايه. اه هي كده، مع انه اضافه ناشئ في اجنبي ده كويسه يعني، يا عندك فرصه للاستثمار. يا سيدي ما انت ممكن كنت تقول 2 زائد 1 2 زائد 1 لكن انت عايز استنيت. ما هو التفصيل امتى؟ لو بتقول قبل التعاقد اه تبقى مالكش، لكن لما تقول بعد الناس ما تبقى مزنوقه في القيد تروح حل لها المشاكل بقرارات. هو ده طيب يعني رأيك انه لما انا اقول ثلاثة اجانب زائد واحد يعني اربعة، وعندي اثنين واحد مصري وفلسطيني وواحد سوري، او اثنين سوريين؟ مش اثنين، قال لك اي اتنين. حاجة لا لا اثنين، قال لك اثنين بس سوري وفلسطيني بحد اقصى اثنين. اثنين آه. فادي عندك اثنين وعندك اربعة، ستة يعني، ممكن فريق يكون ستة افراد خلاص. ما انت داخل في الاحتراف بقى ابراهيم بقى. اه القوي يفرض نفسه. والله العظيم دي لصالح المتخذ، بدل ما يطلع لك نجوم بعد شويه يطلعوا نجوم من ورق. لا النجم الحقيقي هو اللي ناضل ويعد ده كتف ويعد ده كتف. طب ما لعيبتنا بتلعب اهي في انجلترا. هم متالقين. اللي عايز يتالق ويملك القدره هو ده اللي هيفيد منتخب مصر. صحيح. كابتن عصام عبد الفتاح زي ما انتم سمعتوه اعتقد ده صوت ابراهيم فايق مش كده؟ بيقول له كان معاه يمكن خالد الغندور. خالد الغندور بيقول له يعني ده قرار؟ قال له اه قرار. يعني القرار، قال له القرار القديم كان ثلاثة أجانب، القرار الجديد ثلاثة أجانب زائد واحد أجنبي كمان تحت السن. هل ده قرار فعلا؟ ده الكابتن عصام عبد الفتاح عضو اتحاد الكورة، لكن كمان الكابتن مجدي عبد الغني وهو كمان عضو اتحاد الكورة قال حاجة مختلفة. قال إنه بالظبط الاتحاد لم يتخذ أي قرار، ده في الأهلي دوت كوم، أي قرار رسمي بشأن زيادة عدد الأجانب إلى أربعة، ما اتخذش أي قرار. وأوضح عبد الغني في تصريحات خاصة للأهلي دوت كوم بأن مجلس إدارة اتحاد الكرة لم يصدر عنه أي قرار بشأن زيادة عدد الأجانب، وإنه القرار اللي حتى الآن هو ثلاثة أجانب فقط. ده كلام برضو غريب. مش غريب ولا حاجة. ده بيأكد على المعنى اللي كان النادي الأهلي متبنيه. أنا لما بقول أن النادي الأهلي استنى سنة ونظام أن ما حدش يتكلم غير المتحدث الرسمي الذي لا يقول إلا قرارات رسمية، رسمي يعني إيه؟ ما تقرر. وكان النادي الأهلي كابتن صالح كان يقول ما حدش من أعضاء مجلس الإدارة يطلع يتكلم، المتحدث الرسمي فقط. واخد بالك؟ كان بيشعروا أحيانا ببعض الضيق، بس كانوا كمان رافعين عن نفسهم الحرج، ما كانش الاعلام بيروح لهم، كان يروح دايما للمتحدث الرسمي. بالصدفه دي انا كنت مدير النادي والمتحدث الرسمي. فانت ده نموذج للتخبط، لان لو كل واحد طلع فسر الجلسه من وجهه نظره او من وجهه، يجوز الكابتن مجدي كان معترض على القرار فيطلع يقول لك لم نقرر بعد. يجي احمد مجاهد يقول لك والله لسه بندرس. يجي كابتن عصام اللي هو بيؤدي القرار يقول لك لا ده قرار واتخذ. هذه البلبله
هي اللي بتسبب بقى ان احنا نرفع قضايا على بعض، وهي اللي بتسبب ان الاعلام ينقسم، وهي اللي بتسبب ان الجماهير تقعد تقول لك اصل ده تفصيل لفلان وتفصيل لفلان. يا جماعه من فضلكم لا يتحدث احد الا المتحدث الرسمي في الهيئه وبناء على كلام بقرارات، يعني الناس تقول له اعلن كذا، مش برضه يسمع كذا يعلنه من نفسه. لان في حاجات لا تعلن لسه بنفكر. فارجو ان الجميع يلتزم بهذا الكلام، لان ده كلام بيهز الهيبه وبيبين الانقسام. ويتقال اصل الاهلي ضغط فوصله من اربعه، هل الاهلي اللي كان ضغط؟ طب ما نفكركم بالكابتن طارق يحيى المدير الفني للزمالك وقت ما اتكلم على اللاعب الاجنبي كان طلبه ايه بالظبط. يعني كده احنا نفهم ان السيسي مستمر خلاص. ان شاء الله. هو طبعا احنا في مفاوضات مع سياده المستشار مرتضى منصور بخصوص القايمه، ولكن الاتفاق كان ان احنا بعد الكاس باذن الله يا رب ان شاء الله باذن الله ناخد الكاس بعد مباراه النهائي نقعد ونشوف. احنا كنا انا فاهم انه اللائحه بتقول ثلاثه بس اجانب. وحضرتك دلوقتي كنادي عندنا خمسه. عندنا خمسه. بتحاول توصل لاربعه. بنحاول نوصل مع اتحاد الكره لاربعه. اذا ما قدرناش هيبقوا ثلاثه. في اثنين هيعاروا، وبالتالي احنا هنفضل ما بين اللعيبه اللي موجوده عندنا خمسه فرقه وخمسه لعيبه. على فكره يعني اتمنى اتحاد الكوره يعمل خمسه هتبقى حاجه محترمه. نادي الزمالك، نادي الزمالك يمتلك النهارده فرقه. بس خلي بالك هيطلع لك حد بقى من اصحاب المؤامرات يقول لك لا، والكابتن طارق يحيى قال الكلام ده وهو مرشح لتدريب النادي الاهلي. هو كان يقصد النادي الاهلي، ما يقصدش النادي الزمالك. ما هو الجدل مش هنخلص منه. نسعى مع اتحاد الكوره وان شاء الله هنوصل لاتفاق. وقد وصل. وقد وصل. اصل الاهلي نادي الدوله. اصل الاهلي بيدير الاتحاد لمصالحه. بمناسبه اللعيبه وانتقالاتها واللعيبه الاجانب، الاهلي بيدعم صفوفه كمان في الكره الطايره. ابرم صفقه قويه مع لاعب الترجي شكري الجويني علشان يدعم بيه طائره الفريق ابتداء للموسم الجديد، وبيسعى مسؤوله الاهلي الى تدعيم الفريق بشكل قوي في ظل الرغبه على تحقيق كل البطولات اللي هيشارك فيها رجال الطائره ان شاء الله. الاهلي كان تعاقد مؤخرا او استعاد نجمه الدولي الكبير عبد الله عبد السلام من طلائع الجيش، وفي مفاوضات مع احمد صلاح نجم طلائع الجيش. اتمنى ان احمد صلاح بقى يعود بقى ويهمد بقى ويستقر في النادي الاهلي. اتمنى. عشان كده قوتك الضربه، انا مش ببص على الدوري. انا ببص بقى ان احنا نروح يعني نبقى ملوك القاره. احنا ملوك الصالات وعايزين نكمل كده ان شاء الله. وعشان كده الاستاذ مروان هشام عضو مجلس اداره النادي قال ان تعاقدات الكره الطايره تمت بعنايه شديده جدا ووفقا لما هو مخطط ليه. والكابتن محمد مصلحي المدير الفني لرجال الطائره قال ان شكر الجويني اضافه قويه جدا للطائره الحمراء وتوقع له نجاح كبير، وقال انه حرص قبل التعاقد مع اللاعب على التحدث مع الايطالي انطونيو جاكوب المدير الفني للمنتخب التونسي للاستفسار منه عن مستوى الجويني ورايه فيه، وقال لك انه جاكوب اكد له ان الجويني لاعب مميز جدا وبيجيد تنفيذ التعليمات الفنيه بكل دقه، واكد انه استقباله الاول للكره جيد للغايه ويساعد الفريق على بناء الهجمه واللعب بشكل سريع لمثل لشل حركه المنافس. ده راي جاكوب الايطالي المدير الفني للمنتخب التونسي اللي حرص الكابتن محمد مصلح المدير الفني للاهلي على الاتصال بيه والاطمئنان عن حالة شكري الجويني. صفقة جيدة تطمئنك على الكرة الطائرة بإذن الله الموسم الجاي. عايز أقول لكم أنه بمناسبة هذا النشاط المكثف جدا، من الأخبار السارة أنه رجال الأهلي لكرة اليد مرشحين بإذن الله تعالى لجائزة الإبداع الرياضي، جائزة محمد بن راشد. جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي، واحد من المتقدمين لنيل هذه الجائزة فريق كرة اليد في النادي الأهلي. لما حققوا من إنجازات. عارف ليه؟ لأنه انطلق من كان فريق مجدد. بالظبط. فريق السنة دي مجدد، قوامه الناشئين، خرج منه عناصر خطيرة جدا وبتلعب ضده محترفة. صحيح. ففاجئنا بالبطولة الأفريقية والبطولة المحلية الحقيقة. فاجئنا كمان الكابتن عاصم السعداني إنه مقدم ملفين للجائزة. ملف عن نجاحات الأهلي الرياضية في هذا الموسم الحقيقة في
كل الالعاب، لان انت الطايره على اليد على السله على تنس الطاوله زعامه افريقيه. وعلى فكره يا ريت الجائزه تشمل الانجاز الكلي مش التفصيلي يعني، يا ريت. هو ربما كان هو الاهلي حصل على الجائزه دي قبل كده في كره القدم في كره القدم، لا كنادي كمان كنادي يعني ما تمثله هذه المؤسسه كنادي من قدره على الابداع طبعا انطلاقا كره القدم كانت هي عمود هذا التقييم، لان كنت رحت انت بتلعب في البطولات الدوليه والعالميه ولك تصنيف دولي طبعا. ملفين رائعين جدا. اول جائزه هو خدها النادي الاهلي. ملفين رائعين جدا متكاملين، جهزوا من كابتن عاصم السعداني عشان قبل ما غلق باب التقدم لهذه الجائزه يوم 31 اغسطس هيكون الاهلي متقدم بالملفين، وباذن الله تعالى يحوز احدى الجائزتين الكبيرتين. المهندس محمود طاهر رئيس النادي بيتفقد صاله الكاراتيه وبيوجه بسرعه تطويرها، وده برضو من منطلق اهتمام الاهلي بدعم النشاط الرياضي في كل الالعاب. علشان كده الخبر اللي جاي الثلاثي ده مش من فراغ، ثلاثه من ابناء النادي الاهلي احتكروا طاولة النسور. نيجيريا احدى الدول القوية جدا في تنس الطاولة في القارة، عملت بطولة ليجوس المفتوحة او بطولة نيجيريا المفتوحة اللي اقيمت في ليجوس وانتهت يوم الحد اللي فات. ثلاثة من ابناء الاهلي فازوا بالبطولة. سنة عمر عصر نجم الاهلي المحترف في اوروبا، واحد من افضل او هو صاحب اعلى تصنيف لكل لاعبي تنس الطاوله المصريه في تاريخ، فاز بالبطوله بعد ما تغلب على اللاعب الهندي غاندي في المباراه النهائيه 4-0. كمان البطله المصريه الاهلاويه المنطلقه بقوه دينا مشرف حققت بطوله السيدات في نيجيريا ايضا بعد ما تغلبت على الروسيه وليجا كوليكوفا ايضا 4-0 الروسيه في النهائي، لكن في قبل النهائي كانت كسبت لاعبه المجر ايضا ساندرا بيرجل المصنفه 86 عالميا 4-2 عشان تحقق دينا مشرف. انت عارف في تنس الطاوله 86 خلينا اقول الثالث علشان انت تكمل تعليقك. الثالث ايضا يوسف عبد العزيز، وده لاعب النادي الاهلي ومنتخب مصر ايضا، فاز ببطولة الناشئين تحت 21 سنة في نيجيريا بعد تتويجه بهذا اللقب بالفوز في المباراة النهائية على البرتغالي جوزيه فرانسيسكو 3-0. كانت نتيجة الأشواط 11-9 و11-9 و11-8 عشان يحصد أبناء الأهلي ومصر الثلاثي عمر عصر ويوسف عبد العزيز ودينا مشرف المركز الأول في نيجيريا. يا باشمهندس اتفضل. القاعدة تقول لك ايه؟ نراجع الامور، لماذا هذه الطفرة الهائلة في تنس الطاولة في النادي الاهلي؟ ايوه اعطيني ملعبا اعطيك بطل. اعطيك بطل. لما جينا نبني مجمع السباحة مجمع السباحة تحتيه مساحة 5000 متر مغطاة، هنعمل فيها ايه؟ فأنا كنت مدرب تنس الطاولة وكنت عارف احنا كنا بنتمرن في مش مدرب اداري تنس طاولة مده طويله 9 سنين طبعا طبعا. فصاله راتب مع الصاله اللي جنبها اللي هي بقى في الصالون دلوقتي ما بقتش كافيه لانها تعمل لك ناشئين وناشئات ودرجه اولى وبتاع، ففكرنا ان احنا نعمل تنس الطاوله في جزء كبير في مجمع السباحه ملعب عالمي نموذجي ارتفاعا وطولا وعرضا وترتيب، واستغليت الحته اللي تحت وترتيب كلها. زائد ان اتعمل جيم، زائد ان اتعمل برضه صاله مغطاه لتدريب الميني هاندبول والحاجات دي كان وقتها والباسكت بول والكره الطايره. كان في نوع من الاعتراض والغضب الصامت ان هنروح مدينه نصر، وانا كنت شايفها فرصه ذهبيه ان مدينه نصر يلتحم ونطلع الابطال، ما يبقاش في حاجه اسمها جزيره ومدينه نصر والكلام ده. فكان في اصرار ان الناشئين يروحوا هناك. راحوا الناشئين هناك من يوميها، انا متاكد ان كل الابطال معمل تفريخ معمل بقول لك صاله مش موجوده في اي حته في العالم.
لان انت لما بتيجي تعمل بطوله الناس بتروح تشوف مكان واسع صحيح. تعمل صاله مكان مؤقت يتعمل فيه البطوله ويتشال بالزبط. بالزبط. لكن يبقى عندك صاله بهذه المواصفات العالميه على المساحه دي طول السنه منين ما تيجي تلاقي مكان تقدر تتمرن فيه دون انك انت حد شوشر لحد يعني ما فيش ترابيزتين ورا بعض كله جنبه بعض مبدا اعطيني ولذلك انا مبسوط من فكره تطوير صاله الكاراتيه اي ملعب كويس هيعمل لك بطل عشان كده دايما وابدا الاهلي في انتصارات وباذن الله تعالى تدوم هذه الانتصارات زي النهارده كان السبت 12 اغسطس 2001 الاهلي حقق اول مباراه مع مانويل جوزيه اول مباراه رسميه مانويل جوزيه دي مباراه الاهلي وبيترو اتلتيكو الانجولي اللي فاز فيها الاهلي 3-1 في انجولا وكانت اول مباراه رسميه وخسر 4-2 مانويل جوزيه كسب ريال مدريد في المباراه الوديه الكبيره والشهيره وسافر من الملعب مباشره على لواندا علشان يواجه بيترو اتلتيكو ويفوز الاهلي 3-0 3-1 باهداف علاء ابراهيم وصندي واحمد ابو مسلم ده كانت ضربة البداية الرسمية القوية جدا لمانويل جوزيه مع النادي الأهلي ده صندي النيجيري اللي كان سجل للأهلي أيضا مع ريال مدريد ثم سجل للأهلي في بيترو أتلتيكو كانت بداية قوية للأهلي في هذه البطولة حقق من خلالها الأهلي في هذا الموسم لقب دوري أبطال أفريقيا وجاب سوبر أفريقيا وفاز على الزمالك 6-1 في نفس الموسم لكنه تعادل مع الإسماعيلي 4-4 وفقد فرصة إحراز كاس بطولة الدوري ليرحل مانويل جوزيه عن الأهلي ثم يعود في ولاية جديدة ده كان زي النهاردة في 2001 يا باشمهندس أنا فاكر الماتش ده كويس جدا وكان علاء إبراهيم جاب جون حلو قوي خطفه من وسط اللعيبة وصندي جاب جون بعد الجون اللي جابه مع قدام ريال مدريد يعني في ماتشين ورا بعض وكان بداية قوية جدا لمانويل جوزيه والمدهش انك تكسب 3-1 في الذهاب في أنجولا وتخسر 4-2 على ملعبك احنا وصلنا 4-0 ايوه وبعدين جبنا جولين وجبنا جول ثالث اتلغى قالوا الكرة خرجت بره قبل ما تتلعب بالعرض احنا في تلت ساعة كنا 4-0 أنا فاكر إن أنا اليوم ده كان عجيب جدا. لكن اللي عايز أقوله إن الماتش ده إدى الأهلي البطولة وإدى بيترو أتلتيكو مش ده الماتش العودة بقى اللي في مصر أفضل نادي في أفريقيا. يعني إحنا كسبنا دوري الأبطال دوري الأبطال والسوبر لكن اللي خد أفضل نادي في أفريقيا مين؟ بيترو أتلتيكو عشان ماتش 4-2 اللي عمله في القاهرة. دي كانت جولة إخبارية طالت شوية لكن كان لابد منها لإلقاء الضوء على الكثير من نجاحات الأهلي في الألعاب الأخرى اليد بيتقدم لجائزة الإبداع الرياضي جائزة محمد بن راشد الطائرة بتدعم صفوفها بنجم تونسي كبير تنس الطاولة بتحوز 3 بطولات لدينا مشرف ويوسف عبد العزيز وعمر عصر بس في نيجيريا قيمة البطولة دي قبل هذا الجيل كانت اكتساح لنيجيريا رجال وسيدات وناشئين وشات نيجيريا اللعبه الشعبيه الاولى فيها تنس الطاوله قبل كره القدم تنس الطاوله في كل حته في نيجيريا تلاقي تنس طاوله ولذلك انا مستغرب الخبر لان كنت قريت امبارح في احد الصحف اليوميه ان في نيجيريا هو اللي كسب اللقب الفردي كنت اتمنى اشرف عبد الفتاح يخش علينا يقول لنا سبب هذا الالتباس ايه دي كانت أنا جولتنا انا اعتقد ان عمرو عصر ودينا مشرف بيسطروا تاريخا لما اصل هي كذا مستوى لان انت عندك الكبار عمر عصر والناشئين تحت 21 سنه يوسف عبد العزيز انما الجيل ده في الرواد بقى ولا ممكن ايه ممكن يكون في الرواد اللي هو فوق السن قوي بالظبط هنطلع لفاصل وبعد منها نشوف ليله الكاس والاحلام المشروعه لكل الناس يا ليلة الكاس أنستينا بقى يا رب كده يا رب تأنسنا إن شاء الله
ان شاء الله. ليله الكاس واحلام كل الناس، في احلام ورديه ان شاء الله تعالى تتحقق على ارض الواقع. بكره 8 مساء انطلاق مباراه الاهلي والمصري على استاد برج العرب بصافره نرويجيه لاهداء او حسم بطوله كاس مصر. باذن الله تعالى الاهلي يفوز بهذه المباراه ليجمع الثنائيه الدوري مع الكاس، ودي هتكون المره ال 14 في تاريخ نادي القرن. عايزين نكسر ال 13 دي. واقف عند ال 13. ايوه. هذا الرقم مطلوب كسره. مبدئيا نشوف في هذا التقرير الصوتي كاسك يا بطل. كاسك يا زعيم، ساعة قليلة وتنطلق مباراة نهائي كأس مصر رقم 85، وهي المرة 51 التي يصل فيها الأهلي لنهائي أعرق وأقدم البطولات المحلية والأفريقية في كرة القدم، وهي المرة 10 للنادي المصري منافسه في نهائي الغد. الأهلي هو زعيم البطولة بعدد 35 لقبا، والمصري له لقبا واحدا، والنهائي قاسم مشترك بينهما لمدة 6 مرات من قبل، ولقاء الغد هو السابع. الأهلي يسعى للثنائية رقم 14، فهو الزعيم على مستوى الكأس والدوري والسوبر وأفريقيا والبدري، وهو يقود الأهلي يمني النفس بالثنائية الأولى له في تاريخه مع النادي، والكأس الأول له مع الأهلي. ولو الظروف حرمت الجمهور من عشاق الناديين من الحضور في الملعب، فشاشة التلفزيون في المنازل والمقاهي ستكون بطل الحكاية رقم 85 بين الأهلي والمصري. والكأس هي البطولة الغاضبة منذ 10 سنوات الراغبة في أحضان الأهلي من جديد، لا بد من تقديم مهرها على ملعب برج العرب. هي لا تحتاج إلى ذهب أو ماس أو أموال، هي تحتاج منكم لاعب الأهلي احترام قطعة الجلد والمسمات بكرة القدم، وبذل أقصى جهد ممكن ونزول العرق من اللاعبين على أرض الملعب ليروي البساط الأخضر ويكتب سطرا جديدا من التاريخ الأهلاوي للبطولة، كما فعل أسلافهم كل نجوم الأهلي القدامى، بداية من مختار التتش وعبد الكريم صقر وحسين حجازي وحسين مبكور وفؤاد صدقي وتوتو وصالح سليم وطه اسماعيل والشربيني والخطيب ومصطفى عبده وطاهر الشيخ وعلاء ميهوب وخالد جد الله وايمن شوقي وطاهر ابو زيد ومحمد رمضان وفيليكس وعماد متعب وابو تريكه واسامه حسني. وغدا شريف اكرامي واحمد فتحي ورامي ربيعه ومحمد نجيب وصالح جمعه وحسام عاشور وحسام غالي وعلي معلول وسعية واجري وبقيه النجوم في سماء البطوله. يمكن على خلفيه احداث كتيره جدا تأتي مباراة الغد بإذن الله تعالى علشان تكون فرصة لبداية في موسم جديد بإذن الله تعالى. نادي الأهلي كان تحدث عن أهمية التحليل للمنشطات للفرقتين، والأهلي لما بيقول حاجة ما هو بيقول حاجة بشكل فير بين الجميع. يعني لما قال عايزين حكام أجانب هو ما قالش حكم بعينه، هو شايف رفع للضغوط، مش ضد حد يعني، رفع للضغوط على الحكم المصري ايا كان هو مين في اداره هذه المباراه بكل ظروفها وملابساتها وتداعياتها وخلفياتها، الافضل يجي حكم اجنبي. واتحاد الكره ما صدق الاهلي طلب، والمصري هو الاخر رحب بكده. تحليل المنشطات ما هو ده وضع طبيعي. وبالمناسبه لو الاهلي ما كانش طلب او ما كانش اتكلم، لا الهيئة المصرية أو المنظمة المصرية للكشف عن المنشطات ومكافحتها قالت إن احنا في المباريات النهائية معنيين بملاحقة كل لاعب ممكن يكون بيتعاطى. النهاردة الأهرام فيها موضوع كبير الحقيقة، فتنة الترامادول تشعل نهائي الكاس. هو طبعا السنة دي أكتر سنة في كلام على المنشطات، وطلع مدربين كتير قالوا أنا اكتشفنا لعبتنا بياخدوا. أيوه.
وكان اللي فجرها الكابتن شاكر عبد الفتاح في نادي الترسانة. بالزبط. يعني مش مقصود بيها حاجة تانية. فالنادي الأهلي والنادي المصري كلاهما يجب أن يرحب بهذا الأمر. أي فريق. أي وبعدين فريق. اللي يقول لك هيحللوا للفرقتين ده مستحيل. ده مكلفة جدا. فهو هياخده برضو اتنين بشكل عشوائي. ثلاث لعيبة وقد يزيدوا. ما هو التلاتة بيبقى غالبا حارس مرمى واتنين. لا 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 ما فيش اختيار عشوائي. الاختيار عشوائي. عشوائي يا سيدي. ده في منتهى. افترض ان هياخده ثلاث لعيبة. هياخده اربع لعيبة. لكن ما فيش حاجة اسمها تحليل للفرقة كلها. اذا انت واحنا لما بنلعب البطولات الافريقية مش بتحلل لنا. ما فيش مشكلة. يعني ما اظنش ان دي يجب ان ناخدها في سكة انها موجهة ضد حد. ده منتهى الحرص على نظافة الملاعب. كابتن حسام البدري خصص في تدريب الفريق فقرة للتدرب على ركلات الجزاء تحسبا لإمكانية اللجوء إليها في حال انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل. وأدى حراس المرمى الثلاثة تدريبات قوية جدا مع الكابتن طارق سليمان مدرب الحراس. والكابتن حسام البدري كان حريص في تدريباته على إخفاء اي ملامح قد تظهر للتشكيل او الطريقه اللي عايز يلعب بيها المباراه قبل الماتشات الحساسه. بالظبط. اللي هو شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي اجتمع مع القيادات الامنيه في الاسكندريه للاستقرار على الخطه الامنيه الكامله والتنظيميه للمباراه النهائيه، وتم الاتفاق على غلق جميع ابواب الملعب واحكام السيطره عليها بالاضافه الى الالتزام بالاسماء الوارده في كشف كل نادي اللي اتسلمت للقيادات الامنيه. وتم الاتفاق على تقليل عدد الافراد المسموح بيهم لكل نادي من الناديين ل 30 فرد فقط. فرح العمده اللي كنتوا بتشوفوه في الماتشات اللي فاتت ده مش وقته. فكره ان كل نادي واخد تصريح ل 70 فرد ومسرب اكتر من 300 واحد قاعدين، او الزملاء الصحفيين في بنوار الصحافه تبص تلاقي أكتر من 100 واحد موجودين وتحولوا إلى مشجعين في هذه المباراة نظرا للحساسية الشديدة اللي بتكتسبها. تم تخفيض عدد المسؤولين اللي موجودين إلى 30 فرد فقط، أسمائهم بتروح للقيادات الأمنية بالاسم. تم الاتفاق على أنهم يكونوا أعضاء مجلس الإدارة وبعض المسؤولين التنفيذيين عشان كل واحد يشيل شيلته. أنا أرجو بقى بالنسبة كل واحد يشيل شيلته. طالما ان سيتم حصر الحضور على المسؤولين. اي مسؤول، اي مسؤول بلا تحفظ يرتكب اي، لابد ان يحاسب بمنتهى الصرامه والدقه. ايوه. كفانا عبثا بارواح الناس. صحيح. اي خروج عن النص هيؤدي الى ربما ضحايا اخر. احنا يا جماعه مش ناقصين، وعايزين بقى نشوف مره مباراه في كره القدم في اطار رياضي. صحيح. اللي مسموح بوجودهم في المقصورة الرئيسية لمجلس إدارة الناديين فقط 7 أفراد من كل نادي؟ من كل نادي. يعني هي ضوابط مشددة. أتمنى بقى المسؤولين المنظمين للمباراة هم الأخرين يلتزموا، ما يسربوش ناس إضافيين، لأنه في كل مرة تبص تلاقي المدرج اتملى، فلان جاي مع علان وترتان مدخل فلان، وتبص تلاقي الناديين المعنيين بالمباراة التزموا والمنظمين ما التزموش. تم تسريب بعض العناصر، ولما تحصل مشكلة محدش بيبقى عارف هو ده مين اللي دخله ولا ده مين اللي جابه لغاية هنا. يا سيدي يتمسك. فأتمنى انه المنظمين القائمين على تنظيم المباراة هم يكونوا أشد حرصا على تنفيذ هذا العدد فقط. الأهلي خد راحة 7 أيام، أو هيمنحه الكابتن حسام البدري راحة 7 أيام بعد الانتهاء من مباراة الكاس، يعني عقب مباراة الغد يحصل فريق الأهلي على راحة 7 أيام يبدأ بعدها في هنا إعادة التدريب. تعليقا، لماذا 7 أيام؟ مرة كنت بناقش الكابتن عبد الصالح الوحش الله يرحمه. الله يرحمه ورحمة الله عليه. في نواحي فنية يعني، أحب أسأل وأتعلم كده من كل واحد اللي يعرفه يعني. فبقول هي فترة الراحة تبقى كام؟ قال لي بص يا عدلي، إذا اديت 7 أيام راحة تسترد اللياقة اللي أنت ابتديت منها الراحة بعد 7 أيام. تحتاج 7 أيام فقط. لو اديت 15 يوم عايز شهر. ضعفت بقى. فأنت 7 أيام دي مسألة علمية ومقننة، لأن أنت عندك أفريقيا بعديها. فأنت عايز ترجع
ل 80 او 90% من الوضع البدني اللي انت كنت عليه. فسبعة ايام، وهي على فكره لاول مره من عده سنوات اللعيبه هتاخد اسبوع. يلا يا عم هتنهبوا بقى. مشوار الاهلي والمصري لغايه لما وصلوا لليله الكاس كان مشوار فيه كتير من الاصرار من البدايه. الاهلي لما بدا مشوار كاس مصر في الدور ال 32 كسب الالومنيوم 6-0، سجل عماد متعب هاتريك، وسجل عمرو جمال هدفين، ومؤمن زكريا جاب جون. دي سداسيه الاهلي اللي ادخل بيها الالومنيوم نادي السته. المصري برضو كان بدا بدايه قويه مع المحله وكسب المحله 3-0، سجل له ويلسون وكابوريا واحمد جمعه. دخلوا بعد كده في دور ال 16، الاهلي كسب الداخليه 2-1، سجل له حسام غالي وعمرو جمال، والمصري كسب الانتاج 2-0، سجل له محمد الشامي واحمد شكري، والاثنين اهلي. محمد الشامي واحد من عناصر النادي الاهلي اللي انتقل من الاهلي الى انبي، وانبي بعد كده اعاره للمصري ودلوقتي رجع لانبي تاني. واحمد شكري ابن الاهلي طبعا، واحد من العناصر اللي كانت واعده جدا مع النادي الاهلي، وده بمناسبه ومحمد حمدي الباك ليفت. يعني فكره يا جماعه لازم تبقوا شايفين كده، مش عمالين مركزين هو الاهلي بياخد مننا ايه. برضه انتوا يعني محدش بيقول الاهلي دوره مع الانديه دي. راحوا الفرقتين لدور ال 16، الاهلي في دور ال 16 كشر عن انيابه بقوه وكسب وادي دجله 4-1. كانت مباراه قويه جدا، سجل فيها صالح جمعه هدفين، وسجل مؤمن زكريا وعماد متعب كل منهما هدفا، والمصري تعادل مع انبي 1-1، وفاز الفريق البورسعيدي بركلات الترجيح 5-4. دي كانت في دور ال 16. صعدوا الاثنين، دجله كانت في دور الثمانيه، دخلوا الاثنين للدور قبل النهائي. لعب الاهلي مع سموحه، قدم مباراه ولا اروع، من افضل مباريات الاهلي في الفتره الاخيره، فاز فيها على سموحه 4-0، تألق فيها جونيور اجاييه ووليد سليمان سجل هدفين وليد، وصالح جمعه سجل هدف عشان يدخل الاهلي المباراه النهائيه برباعيه كبيره. والمصري ايضا كان عنده مستوى الاداء بكفاءه عاليه في هذا الدور، فاز على الزمالك 2-0 باداء رائع جدا وفوز مستحق، لكن سجل له عبد الله جمعه وعبد الله بيكر. اللافت للنظر بقى ان في المباريات دي استطاع النادي الاهلي يجيب 16 هدف ودخل عليه هدفين، المصري 8 اهداف وعليه هدفين، مفارقه النص يعني. لكن كل ده ملوش دعوه في الحسابات في المباراه النهائيه، ولكن الاحصائيه بقى اللي لفتها للنظر ان اول بطوله للكاس كانت سنه 22 كسبها الزمالك المختلط وقتها ثم الترسانة. وفي الثمان بطولات التاليه استطاع الاهلي انه يكسب البطوله 6 مرات من 8، وبينما الاتحاد خد مره والترسانة مرتين. إذن الترسانة مرتين والاتحاد مره والزمالك مره، ايوه، في 10 سنين والاهلي 6 مرات. إذن بدايات الاهلي دائما هو ينطلق مغردا منفردا لوحده يعني. طبعا في عندك فيديوهات هتشوفها دلوقتي ولا في حاجه عايز تتكلم فيها قبليها؟ النهائيات التاريخيه كتيره يعني، الاهلي دايما وابدا فريق المناسبات الكبيره، اذا راح للفاينل بنسبه كبيره جدا من المرات القليله في تاريخ الاهلي انه بيروح فاينل وما يتوجش. شفنا كتير في ماتشات الكاس لعل الذاكره، كابتن صفوت عبد الحليم اهو شفاه الله وعافاه، ده النهائي المثير جدا 78، الزمالك اهو بيتقدم 2-1. الكره دي في الوقت المحتسب بدل من ضائع، في الزمالك اتقدم، كان واخد الدوري في هذا الموسم، اتقدم على الاهلي 2-1. ده سنه كام؟ ده كاس مصر ماتش 4-2. 4-2 ماتش 78. لا مش وقت يضيع ولا حاجه، ده انت الزمالك فضل لغايه قبل النهايه. مصطفى عبده جايب جون يا مصطفى، اتقدم
وهو تعادل والزمالك تقدم تعادل وتقدم 2-1 في... ده التعادل ده التعادل للزمالك أيوة. انا بقول لك أيوة. وتقدم بعديه اتقدم في الدو... في ال... في الشوط الثاني ايوه اتقدم في الشوط الثاني بالظبط آه. شفت بقى في الشوط الثاني اهو الكره اللي عزموا على بعض السردباكين اه و بيلعبها كده جلاها ف فاتت 2-1 وكان مطرود منهم لعيب كان مطرود ممدوح مصباح ممدوح مصباح اه الزمالك فضل عشمان في الكوره بتاعت الفاول دي يا ابراهيم ما اتسنطرتش شاطت ودخل اوضه اللبس هيدي كوتي بقى المجري المدير الفني اهو سخن الكابتن محمود الخطيب وسخن الكابتن طاهر الشيخ عمل التغييرتين دول اهو طاهر الشيخ هينزل مكان حازم خالد ودي تغييره عبقريه ما كانش لسه الملاعب شافت ان باك يطلع ويخش مهاجم بالظبط قبل النهايه ب 12 او 13 دقيقه اهو طاهر الشيخ الخطيب جون ابداع كده 2-2 ابداع عشان تنقلب الاوضاع راسا على عقب الزمالك كان موعود انه يعمل الثنائيه واخد الدوري وامله في الكاس ومتقدم وباقي 13 جون شوفوا الخطيب طاهر الشيخ للخطيب وبعد كده طاهر الشيخ هو اللي سجل وجمال عبد الحميد يسجل علشان مباراة العمر الشطة بالظبط اهو عشان جمال عبد الحميد يسجل كده 3-2 كل الكلام ده في 10 12 دقيقة تقريبا في نهاية المباراة ثلاث اهداف 2-1 بقت 4-2 من النهائيات التاريخية اللي لا تنسى في تاريخ الكرة الأهلوية. أو طاهر الشيخ شاطها في الأرض بند عشان ما تعلاش. أحكي لك بقى بسرعة كده مفارقة غريبة جدا في هذه المباراة. كابتن الخطيب كان مصاب حتى هو بيسخن عمال بيدلك فخده. فقعد هدوكوتي قال له خلاص خليك جنبي يمكن أحتاجك. طاهر الشيخ كان واخد أجازة لسبب ما والموسم انتهى بعد بطولة الدوري بالنسبة له. وأذن له. وكان في اسكندريه طلع في دماغه قبل الماتش ب 48 ساعه قال لك اروح اقف مع الفرقه واتفرج على الماتش واازرهم لقى نفسه فجاه يوم الماتش بيقول له انت في القائمه هتقعد على الدكه قال له انا ما قال له انت في القائمه هتقعد على الدكه يمكن اعوزك فراسه هحتاجك في وقت معين هتكون منتج فيه انت والخطيب وبالفعل كان تغييرا قلب المباراه راسا على العقب وحاجات من الحاجات اللي تدرس في الخطط والتكتيك كان جول الزمالك فاروق فوزي تقريبا بعد المباراه دي ما ظهرش تاني هو الحقيقه حظه وحش ثلاث ماتشات في 10 دقائق ثلاث اجوان في 10 دقائق من النهايات برضو الاهلي والمقاولين في نهائي كاس مصر 81 الحقيقه من المباريات الكتيره قوي دايما وابدا انت اهو كابتن ربيع ياسين عايزين نسمع صوت الناس اول واحد هيشوف في ناس على الخط ضربات الترجيح واحد واحد وضربات الترجيح هيخش شيشيني ثابت البطل الله يرحمه السقط انتهى في ايد ثابت البطل وثابت البطل اهو بيجري ويرفع ايده يبقى راحت اول فرصه من مقاولي ادي واحد جون عظيم كان بقى ثابت خدميك وبيشاور لمحمد عباس ودخل هو الجول هو الجول تبع اثنين ما هو عباس هو اللي جاب جون التعادل لعبه محمد عباس تفتكروا لعيب افريقي يعني كان حدوته عباس ده طبعا خساره تفتكروا افريقي هقول لك حاجه اول مره نشوفه كان ماتش مع بنلعب مع فريق انجليزي ساوثهامبتون ايوه عشان كده نجيب الموسيكاوي الله يرحمه سماه عباس الانجليزي مغلوبين 1-0 وبعدين هيدوكوتي قال له قوم سخن ما نعرفش مين ده فضل يسخن ونسيه ايوه الجمهور ابتدى يهمهم
بعد شويه ابتدى يضحك، ابتدى يقولوا له ده اتحرق من التسخين يا مستر كوتي. حد نبهه ان عباس بيسخن من بدري ورا الجون هناك من امبارح، وراح منزله كان فاضل 22 دقيقه وحاجه زي كده. راح جابه ليه؟ كسبنا الاستاذ نجيب سماه عباس الانجليزي. 6 فوز للاهلي بالاضافه الى انسحاب المصري امام الاهلي مره واحده، ده في سنه 30. 8 هزايم وفوز واحد في 9 نهائيات للمصري، والنهائي غدا هو النهائي العاشر بالنسبه للفريق البورسعيدي. في 8 نهائيات اللي شاركوا فيهم في 6 مرات الاهلي فاز ومره انسحب المصري سنه 30. فوز واحد للزمالك على المصري، فوز واحد للترسانه، فوز واحد للمصري. كان المرة الوحيدة اللي خد المصري فيها الكاس كانت في دي احصاءات اللي يحب في نهاية يعني. عام 27 المصري فاز على الأهلي في نهاية 5، ده استعراض لفوز الأهلي وفوز المصري. أهداف مباراة الأهلي والمصري في نهائي كاس 83 نفكر حضراتكم بيها. طبيعي يا سيدي، ماشي هات وخد. طبيعي يا سيدي تاني هيرفع الدور ده، الدور اللي فات كانت رفعته خطر قوي، الدور ده فرصه قوي، فرصه جدا، فرصه قوي، فرصه جدا، فرصه خالد جبل، خالد جبل، خالد جبل، حاجه تلخبط. ها كانت متقاربه. وتنفذ الخشبه وتخش جول الاول للنادي الاهلي بعد 18 دقيقه. الكوره خارج جدا اهي اهي. يعني كثير الاثاره اللي بتبقى موجوده في النهايات يا باشمهندس. اه طبعا، لعل الكاس ده يعني في العالم كله. انت ناسي الـ يعني انت بتتكلم المقاولين. ايوه كسب الاسماعيلي ثم الاهلي وكان درجه اولى، كان الكابتن حسن شحاته بيمرنه وكان الاسماعيلي متقدم عليه وكسب الاهلي وكان الاهلي متقدم عليه في الماتش اللي شادي وقف جون فيه اضطرد او امير اتعور وهو امير اتعور، وبعدين كسب الزمالك في السوبر وكان الزمالك متقدم عليه مره ويتعادل معاه ومره يتعادل معاه ويكسب 4-2. كسب الثلاث انديه الكبار في وخد الكاس والسوبر وهو في دوري الدرجه الاولى، ومن هذه المباراه بدا مشوار الكابتن حسن شحاته وانتقاله الى منتخب مصر. الكاس كده. بس ما ده الكاس والسوبر كمان يعني. ده كاس وسوبر بقول لك. كان المقاولين في الدرجه الثانيه. على حساب مين؟ الثلاث فرق اللي تقدموا عليه كمان. ايوه في الكاس في الدور قبل النهايه باين اقصى الاسماعيلي وبعد كده. اسماعيلي. اهلي زمالك. زمالك في السوبر. المصري طيب بعيدا عن الاحصائيات والتاريخ، المصري في الوقت الحالي بشكل يعني سنتين ورا بعض 83 و84 يوصل مع الاهلي في النهائي. المصري في الوقت الحالي رؤيتك ليه ايه؟ لا هايل هايل، وعيش نشوه وعيش حماس ويعيش هتشوفوا التذكير بقى بكل الاهداف التاريخيه فتره في السنوات لديهم حوافز بقى يتفرجوا على الاهداف اللي كنا هنعرضها عليهم عشان نقدر نستقبل ضيفنا الكريم بقى ما نطولش اكتر من كده. اتفضل. لا حسام عامل حاله جماعيه جميله جدا، شباب صغير عنده دوافع قويه جدا، كله يمتاز بالقوه والسرعه والمهاره. مباراه كل الاحتمالات مفتوحه فيها. ف يعني منافس يحترم من الناحيه الفنيه. منافس يحترم من الناحيه الفنيه وكمان منافس من ناحيه الوضع العام وظروف المباراه، لانه الحقيقه اثير في الساعات الماضيه انه في غضب تجاه ما كتبه الزميل الصديق العزيز الدكتور ياسر ايوب عن هذه المباراه. تم اجتزاء بعض الفقرات من مقالته علشان الناس تبدا تتكلم على انه في بلاغ وفي شكوى وفي طلب تحقيق وفي كلام، واللي يقرا المقاله بالكامل المقاله منصفه تماما للروح الرياضيه في المباراه ودعوه لنبذ الكراهيه ونبذ الغضب ومحاوله اعاده الوئام لملاعب الكوره. يمكن لكن يمكن احنا كان المقاله عامره ببعض التفاصيل
المؤلمه ولكن الاتيتيود التوجه كان بلاش نعمل عشان ما يحصلش كده تاني. بالظبط. طيب يعني هو حسن النيه بدل ما تجتزئها وتقول دي دعوه الى الكراهيه، لا اعتبر انها تحذير، وهو بيقول لازم نلتزم بالروح الرياضيه ولازم ما ننبذ العنف ولازم يعني المقاله بتبدا بكل هذه الدعاوى دعوه للروح الرياضيه، وان احنا دايما نحسن الظن ويبقى ان احنا عايزين نستفيد من الدرس المؤلم الا نكرر اسبابه بس ان شاء الله. لكن من الناحيه الفنيه لعل الاهلي يا باشمهندس الكيرف طالع واضح جدا، المباراه هتبقى تكتيكيه من الطراز الاول. الكابتن حسام شايف الاهلي فايق وشايف ان الاهلي قوته في النصف الاعلى واخد بالك، هيلعب بطريقته التقليديه غالبا، التحزيم الدفاعي والتقفيل الجامد مع الانطلاقه الرهيبه في الهجمات المرتده، والاثنين بقوا كتاب مفتوح لبعض. ما اظنش ان يعني السيناريوهات هتختلف، ولكن اللي هيعرف يلعب على نقاط القوه ويحزمها في الاخر هو اللي هيكسب. اللي يلعب على نقاط القوه، طب نقاط القوه في المصري ايه؟ ما انا بقول لك اهو، انطلاقه رهيبه في الهجمات المرتده، طرفين بيجروا وتلاقي ثلاثه اربعه منطلقين بمنتهى العنف من الخلف للامام، يملكوا مهاره ضربات الراس والمتابعه الجيده والتصويب الجيد، فلا من اصعب الفرق اللي بتنفذ الهجمه المرتده السريعه جدا. عنده سرعه وعنده كمان البدني عالي. البدني عالي جدا. وعنده سن صغيره بتسمح له انه يؤدي هذا الاداء، وخصوصا ماتشات الكاس قد تمتد لما هو اكثر من 20 دقيقه. ولدينا ضربات ترجيح على طول، وقت اضافي ثم ضربات ترجيح على طول، مفيش بقى وقت، لا في وقت اضافي، في وقت اضافي. طيب يعني قد تلعب 120 دقيقه. ايوه. فاذا العامل البدني قد يرجح. عموما يعني نتمنى باذن الله تعالى التوفيق يكون حليف لاعب النادي الاهلي، ويضم الكاس للدوري ويحقق الثنائيه للمره ال 14 في تاريخ كره القدم المصريه والاهلاويه، ونتمنى بجانب ده وربما قبل ده انها تخرج مباراه نظيفه وتساعد في تضميد جرح مش تنكئه جراح تانيه. هذه مسؤوليه لاعبي الفريقين، اجهزه الفريقين، قيادات الفريقين. ايوه. بقت مفيش حد غيرهم في الملعب. ايوه. هي دي مسؤوليه مباشره. نرجو الجميع يكون على قدرها، وانا مطمئن باذن الله ان احنا هنكون على قدرها. ان شاء الله مباراه تساعد في ان احنا نمشي في الطريق الصحيح ولا تنكى جرحا كبيرا باذن الله تعالى. هنشوف توقعات الجماهير ونطلع منه الفاصل. بعد الفاصل هنستقبل العميد محمد بدر عضو النادي الاهلي الراغب في حوار مجتمعي. طيب اتفضل. انا اقدمه دلوقتي ولا اقدمه قبل ما اخش؟ عايز ايه انت؟ عايز ايه؟ لا اقدمه بعدين بعد الفاصل اللي هنطلع له من تقرير عودة الجماهير أو تقرير رغبة توقعات الجماهير في مباراة نهائي الكاس، توقعاتهم إيه؟ بإذن الله تعالى الأهلي يضم الثنائية، نشوف انطباعات الشارع وبعدها الفاصل. يا ريت يعني كل لاعب فعلا يعمل اللي عنده يفرح المصريين، واحنا كجماهير الاهلي دايما دي الحاجه اللي بتفرحنا ودي الحاجه اللي دايما بتخلينا سعداء. يعني اتمنى للنادي الاهلي الف مبروك ان هو وصل لنهائي الكاس، واتمنى لمصر بردك ان هو بردك ربنا يوفقه بردك، وكان نفسي الزمالك يبقى معاه عشان يبقى منافسه حلوه، يبقى نهائي كاس حلو، بس يلا ما حصلش نصيب. واتمنى للنادي الاهلي ان هو يحصل الكاس عشان بقاله فتره ما خدوش، والافضل هو اللي ياخد الكاس ان شاء الله. يكونوا رجاله في الماتش، يكونوا قد المهمه في المباراه، ويلعبوا على قلب الرجل الواحد، ويكون اهداف كويسه ويجيبوا 3-0 باذن الله. حابب اقول لهم ان شاء الله احنا هناخدوه باذن الله، والنادي المصري فريق قوي والنادي الاهلي برضه فريق قوي، وان شاء الله ناخد البطوله باذن الله. حابب اقول للاعيبه الاهلي ان شاء الله الماتش الجاي هيبقى ماتش مهم جدا، وعايزهم يلعبوا برجوله لان احنا طول عمرنا بنلعب برجوله، واتمنى الفوز على الماتش المصري، وبعد كده نلعب السوبر وبعد كده نكسب السوبر، وعندنا افريقيا طبعا، فاتمنى من لاعيبه الاهلي تلعب برجوله شويه. والله يا لوم بطوله الكاس بطوله مهمه جدا، يعني هكمل بطوله الدوري، ويبقى السنه دي
يعني نعوض البطوله العربيه، يبقى خدنا دوري وكاس، وهتبقى حافز البطوله الافريقيه، هتبقى يعني ان شاء الله هتدينا دفعه قويه جدا يعني، وبالذات ماتش مصر ليه حسابات خاصه جدا، رد اعتبار لكل حاجه، لان فرقه مصر يعني فرقه دايما بينا وبينها مطوشه بتبقى قويه جدا، فالماتش ده بطوله خاصه يعني. لعيبه الاهلي داخلين على كل ماتش عايزينه بطوله، هو ده اللي احنا حابينه في الاهلي، ان اللعيبه داخله كل ماتش عايزه تجيب البطوله، فاحنا بقالنا 10 سنين ما خدناش الكاس، ان شاء الله هناخد الكاس، وان شاء الله هيبقى لماتش المصري ده برضو ديربي كده زي ماتش الزمالك، واحنا عايزين برضو الماتش يطلع كويس، وباذن الله هناخد الكاس، وان شاء الله يبقى دوري وكاس، واللعيبه متعوده على كده، ان كل ماتش حاطه في دماغها البطوله، عايزه تخش تاخد البطوله، فباذن الله ان شاء الله الكاس لنا كاهلي باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم مره اخرى. بعد الفاصل نستقبل ضيف له اهميه خاصه، العميد محمد بدر. ولكن لماذا العميد محمد بدر؟ على المستوى الشخصي هو صديق قديم وبلديات من كفر الزيات، ورجل سياسه وحنكه ويجيد التفكير ويجيد الحديث وعنده ثبات على مبدأه، ولكن نختلف كثيرا مع بعض في السياسة، في الرياضة، في المواقف، ولكن نتفق في شيء لا يقبل الخلاف، حبنا للنادي الأهلي أنا وهو. وأيضا رغم اختلافاتنا السابقة واتفاقاتنا، إلا أننا لم نختلف أبدا على الود والاحترام بيننا. العميد محمد بدر، أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم، أهلا بيك يا كابتن، شكرا جزيلا على التقديم. ودي حقيقة يعني، أنا قبل ما أبدأ انت اللي سبب في ان انا عضو في النادي الاهلي، والكلام ده من اكتر من 41 سنه، لما في يوم دخلت النادي وحضرتك سالتني انت منين، فقلت لك من كفر الذات، مش عايز تبقى عضو في النادي، قلت لك ايوه، ناديت لحد وجاب استماره وتفضلت مشكورا بانك انت كنت سبب في ان انا ابقى عضو عامل في النادي الاهلي، وتشرفنا بيك، اهلا بيك. بس هذا لا يعفيني من ان انا زعلان منك قوي قوي. ما احنا جايبينك تزعل مني وازعل منك. لا لا، ما هو ماشي، بس احنا خلينا نتفق بس على حاجه. أيوة طبعا. يعني اسمعني عشان اسمعك. لابد. وفي الاخر هنطلع من هنا اخوات واعضاء النادي الاهلي، ويجمعنا حب النادي الاهلي باذن الله، وبتجمعنا قبل حب النادي الاهلي حب البلد طبعا دي. واكيد دعواتنا بكره بالتوفيق للنادي الاهلي، ان ربنا يكرمنا ان شاء الله، ويضم كاس مصر لقائمه الانجازات الطويله اللي ممتده على مدى 100 سنة و10 تقريبا دلوقتي يعني. على فكرة بس الأول سألته تحب نأجل الحلقة اللي بعد كأس مصر؟ قال لي ليه؟ إحنا هنتكلم كلام موضوعي والناس هتسمع وتفكر معانا، واللعيبة في حتة تانية، إحنا مالنا مال. مظبوط مظبوط، لكن أنا الحقيقة أن يعني ليا حق عرب عندك، أنا هقعدك قعدة عرب، لأنك شتمتني في الحلقة بتاعت النهار، أنا واحد الناس اللي شتمتهم. يعني انا وانا اكلمك كلام اخ، يعني انت تعرف شتمتك؟ ايوه، ما انا احنا ده انا مش شتام يا محمد. طب اصبر بس. طيب لا، ما هتلاحقني. لا، انتوا قاعدين انتوا الاثنين ما قاعدين زي ما اكون متهم وانتوا بتحققوا معاه، فبلاش انتوا الاثنين عليا يعني. انت النهارده يا باشمهندس، انا في الحقيقه يعني وبكل الصدق، وانا كنت دايما بتعامل منطلق ان المهندس عادل الايعي افضل من يتكلم عن النادي الاهلي، دي حقيقه، هذا قولا واحدا، الى ان جاءت حلقه النهار، وانا اعتقد النهارده النهار حلقه برنامج النهار، افتكرت النهارده عمال افكر القناه اسمها النهار. وانا لا اخفي عليك بكل الموده، كثيرا جانبك الصواب، ولاول مره اشوف، لدرجه ان انا والله كنت بحاول اقرب من التلفزيون. حدد النقط بس. ما انا يا سيدي اصبر عليا. يعني احنا نختلف في 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 بنود في اللائحه، حقنا كلنا الاختلاف حق، لكن ان انا اقول من الشيطان الذي اوحى بموضوع، اوعى تكون انت، ما ده انا جاي اعترف، اصبر عليا بقى، وانت عارف مش لا والله ما اعرف، لا عارف والله ما اعرف، انا واحد من انا فيما اعتقد ان الشياطين كثر، وانا واحد منهم. لا لكن لا خلينا بس طب اتفضل، الشياطين الحمر. لا انتوا كده، لا كده مش هكمل فيك، انتوا هتشتتوني.
يعني ان يعطى ايحاء ان النادي الاهلي يدار بشياطين، وهندخل ما نختلف فيه من 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 امور قبل للتغيير في قضيه الايمان والكفر، انا مصدوم. لكن هكمل، بس هقول لك كل اللي عندي عشان حضرتك تتفضل ترد، لان انا في نقاط محدده المتني شخصيا جدا، المتني. سيبك من الخلاف، انا دايما لما بنيجي نتناقش يا باشمهندس عادلي والاستاذ ابراهيم، دايما بنضع معايير اللي نتفق او نختلف في اطارها، مش شخصي. لكن انا لما اجي النهارده حتى لو موضوع الانتخاب او الجمعيه العموميه في مقرين هنناقشها، وانا هقول لك وجهه نظري. لكن لمجرد ان انا مختلف مع الفكره اقول من الشيطان الذي اوحى، وانا ما اعرفش كان الخطاب لمين، من الشيطان الذي اوحى لك بهذه الفكره، مع العلم ان انا كنت عارف ان في لجنه، وانا واحد من انت كنت في اللجنه دي؟ لا انا ما كنتش. لا طيب. انا ممن كنت ألح على اخواننا في اعضاء مجلس الاداره وفي مقدمتهم محمود طاهر ان لا يجب ان تعطى الفرصه لكل اعضاء الجمعيه العموميه في اي مكان الوجود يطلب صوتهم، وان احنا لا يجب ان نفرق بين الجزيره ومدينه نصر، بس ده هنناقشه بالتفصيل. النقطه الثانيه اللي ازعجتني جدا يا باشمهندس، ان انت بتتكلم عن موضوع التجنيد ده وتقول يروح يجيب جواب من الجيش انه ترشح، انا هذا خلط في ادوار المؤسسات. لكن انا عايز اقف عند موضوع التجنيد بالذات لانه يمسني انا شخصي. يعني انا النهارده لما يجي واحد يتهرب من الخدمه من القوات المسلحه، وهي شرف، وهي شرف لكل بني ادم ينتمي لها، ويروح يقعد بره او يهرب بشكل او باخر لغايه سن ال30، وانا ضد هذا القانون بالمناسبه، واملك من الجرأه والشجاعه ان انا اقول كده، ضد هذا القانون. اللي هو ايه؟ اللي هو قانون ان لما يوصل لل30 لا يجند وتعمل له محكمه ويدفع غرامه، كما لو كنا رجعنا للبدليه ما قبل ثوره 52. طيب يقوم انا في واحد شاب ادى الخدمه العسكريه وتعرض لانه يصاب وتعرض لانه يواجه عدو اي مكان هذا العدو وبيضحي بنفسه وحسويه بواحد تهرب من الخدمه دفع قرشين علشان خاطر يتهرب، هذا طب هذا عايز اقول لك حاجه، لا 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 مؤاخذه انا لازم مش كله لا مع لا متاسف انا لا لا في حاجات وجعاني في ما حاجات انت هتقولها في لا في ح... لا متاسف يا كابتن عادل. طيب. لان انا لازم افضل طلع وجعك كله، اطلع وجعك كله، انا اسوي ده بده، يبقى انا بقول للشاب المصري الذي لم يجنن واللي جاي له عليه الدور، لو جات لك الفرصه ما اهرب، وعندي ال30 هتسوي وكل امورك هتبقى متظبطه، ويرد لك الاعتبار. رد الاعتبار ايه؟ يعني لو في لص وفي فسده وبيحاكمهم وبترد لهم اعتبارهم، بس لو جه يتجوز بنتك هتديها له؟ لحظه واحده بقى، اللائحه دي بتقول اه ماليش علاقه انا بال اللهم انا بتكلم على اللائحه، بتكلم على اللائحه. بص انا بقول ايه؟ دي ازدواجيه في المعايير يا بدر، يعني باشمهندس انا برد عليك، انت اللائحه دي صاغه قانونين، اذا فيها حاجه هي مش قران. طب ما انا كنت الاستاذ رجاء عطيه، الاستاذ رجاء عطيه، الدكتور علاء مشري كويس، وهو خبرات بتتكامل، وقالوا بعد ما هيعملوا المشروع ده اضيف بعد كده، وانا ما كنتش اعرف، الدكتور محمد فضل الله كراجل بيلخص وبيكتب وبيقدم الناحيه التنفيذيه، قالوا مجلس الاداره ده السيكونس اللي اعلنه مجلس الاداره، قالوا مجلس الاداره هيعتمد المقترح بمشروع النظام الاساسي وهيطرحه للمناقشه الاجتماعيه. معنى المناقشه الحوار المجتمعي. معنى الحوار المجتمعي يعني ايه؟ اللي عايز يتفق يتفق، واللي عايز عنده اقتراح باضافه يضيف، واللي عنده خلاف على ماده ولا اتنين عشان نصل للشكل، عشان كلنا نتفق على صياغه في الاخر. طيب هذا بالضبط، لحظه واحده، هذا بالضبط ما فعلته هنا في قناه الاهلي، وما فعلته في قناه النهار، ما عدا اللفظ اللي مضايقك، اذا كان مضايقك خلاص انا يعني مش هي دي اللي وش لا ممكن. لا 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 مش يعني كده. طيب احنا انا اذا هل انت دلوقتي متفق معي ان هذه هي لحظه النقاش المجتمعي؟ الحقيقه انا كنت متصور ان بدر بقيمته الاستاذ محمد بدر، يا جماعه عشان تعرفوا مين الراجل ده، مش راجل عضو نادي صاحبي، ده راجل اختير ضمن الثلاثه المشرفين على الانتخابات الماضيه، يعني هو رجل صاحب خبره وصاحب رؤيه وصاحب قدره تنظيميه وصاحب فكر، فاحنا جايبينه من هذا المنظور، وهو رجل سياسي واخد سكه المعارضه، لكن معارضه ايه؟ معارضه كل واحد يعارض في اللي هو عايزه، لكن انت تتفق معايا انك انت تقول ان انا نصيري، وبعدين ليك مقدم لي مشروع كله راس مالي؟ لا. طيب ده اللي انا بقوله، ان احنا
والخدمة التي أستطيع أن أقدمها للمجلس ده واللي قبليه واللي بعديه إن أنا أكون موضوعي في حواري. طيب. وأناقش الثغرات بعضها عايز إعادة صياغة وبعضها عايز أنت هتديني فرصة أتكلم ولا أنا خلاص أسمعك. أنا خلصت. خلصت؟ طيب. هنا 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 أنت شوف يا باشمهندس، أنت لما بتيجي تتكلم بتقول حوار مجتمعي، مع إنها يعني هي كلمة استهلكت ولم تطبق في أي موقع، وإن أنا معارضة هذا شرف لي بالمناسبة. طبعًا شرف لي. كويس طبعًا. كويس. طبعًا. ولا أتبرأ منه. معارضة ولا أتبرأ أنت منه. أنت ولا أتبرأ منه. نمرة اثنين، نمرة اثنين. أنت لما بتيجي تقول لي مع الأسف الشديد الوزارة واللجنة الأولمبية عكوا من قانون عك ولائحة استرشادية عك، لا اصبر اصبر. وجاي تقول لي وتروح مزنق الناس كلها في 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 في, في مده قد كده وتقول لي اعمل لائحه واعمل حوار مجتمعي وتدخلهم في معارك ما انزل الله بها من سلطان. هي الناس هتفضل، هي انا عايز افهم، هي الناس هتفضل انا لو انا ما لو انا عايز اعمل انديه واعظم دور الجمعيه العموميه مش هعظمه، هو مش من حقه يعظمني، ده حق ده النديه بتاعه وانا حقي انا اعظم الدور يا مش يعظمه يعظم الدور مش منحه يعني. متأسف انا التعبير حتى مختلف معاه، ما حدش بيدي للجمعيه العموميه حق انه منحه ان هو يتعظم. طب ما الوزير السابق رفض ها ايام الانتخابات. ما تدخلنيش بس يا سيدي، ما هو في ناس بتدي الحق. خلينا بصدد ده يا بدر يا هندخل في يا باشمهندس عدلي، انت جايبنا مش في واحد بيوافي واحد ما بيوافقش. انت جايبنا اتكلم ولا جايبنا مش انت جايبنا اتكلم ولا جايبنا اسمع يا باشمهندس؟ مش تسمع. لا لا رد عليا، انت جايبنا اتكلم ولا جايبنا اسمع؟ انت بتقول مثلا يا عم عايز اتكلم من الجمله عشان اكمل فكرتي ما تهش. ماشي. انت لو انت لو الناس دي جاده في اللي حضرتك بتقوله ده انا موافق عليه مليون في الميه، ان اللائحه كان يجب ان يكون هناك او اساسا انا افوض الجمعيه العموميه. يعني انت النهارده لما تيجي تقول لي حتى اللي بيصيغ مش مدرك قواعد اللغه العربيه، مش مدرك مش فاهم. طيب احنا نعمل ايه؟ ما نقول كده. لا ما انت كمان انت عايز تجيب في وسط العك ده بكره ختم الناس جرتها كده وتقول النبي في ثلاث ثواني فصلها. طب لي خلينا اكمل خلينا اكمل. تيجي النهارده تقول لي لائحه استرشاديه مفهوم مدلولها في اللغه ان لك ان تاخذ منها ما تشاء او تتركها كيفما تشاء. في فرق بين كلمه استرشاديه وملزمه. كون ان انا احط قيد القيود اللي هو حاططها اصبحت ملزمه ما اصبحتش استرشاديه. ليه؟ هذا هو كده، لان انت لما تيجي تقول لي تعالى بقى، هل الحق في حق الجمعيه العموميه للنادي الاهلي حق خاص في اداره منشاه لكنه مرتبط بالحق العام بالحق السياسي العام مش منفصل عنه؟ يعني انت لما تيجي تقول لي انا هعمل انتخابات في النادي الاهلي لازم تبقى جزء من منظومه الاداره العمليه الانتخابيه في مصر كلها، معاييرها معايير واحده لا يجب ان تتجزا. ما ينفعش تقول لي انا هعمل الانتخابات دي هنا كده لا وهنا هعملها كده. يعني انت النهارده جيت وبوضوح شديد جيت في انتخابات الرئاسه قالوا يومين شاف هم لهم هم على صواب هم على خطا دي مش قضيتي، لكن قرروا ان هم يمدوها يوم تاني. هذا شان عام يصبح قانون بحد ذاته، والا يبقى احنا عندنا ازدواجيه على مستوى الدوله، ازدواجيه في المعايير. انا 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 هكمل. طب وده حوار ده ما اسموش حوار. طب اتفضل. الحوار انك تقول بالنقطه وانا ارد عليها. اتفضل. الدوله كل انتخابات لها طبيعتها، يعني الدوله لما بتيجي انتخابات مثلا مجلس الشعب الرئاسه استفتاء الدستور بيأمنك الجيش والشرطه في كل مقرات الدوله. انت انتخابات الانديه ومراكز الشباب مش هتحظى بهذا والا تبقى التكلفه رهيبه، مش هتحظى بهذه الحمايه، فما تقدرش تعملها على اكتر من يوم. لذلك انت القانون لما بيجي يقول لك اعملها على يوم ده الناس بتشك في صوابع ايديها. هتيجي تقول لي انقل الصناديق من المقر ده للمقر ده وافرز ثاني يوم وبيت الصناديق، مين اللي يحرسها ومين اللي ينقلها؟ هنناقش تفاصيل الموضوع ده يا باشمهندس لان انا ليا وجهه نظر مختلفه مع حضرتك. اتفضل. طبعا. فانا بتكلم على ان تكون هنا اي بلد في الدنيا بيحكمها قانون واحد سواء في الشأن العام أو في الشأن الخاص. ازدواجية المعايير في القوانين وعلى الهوى. ونيجي نتكلم مع الناس يقول لك هو مش قانون، القانون أنت لما تيجي تقول لي أنا مش هعترف بالجمعية العمومية اللي على يومين وفي مقرين. بموجب إيه؟ يقول لك أصل كلمة اجتماع تعني اجتماع واحد في يوم واحد في مقر واحد. هذا تفسير مش قانون. يقولوا كده ويقول لك وأنا مش هعترف. دي واحدة يا أستاذ إبراهيم عشان أكمل الجملة بس. أنا عايز أقول في قاعدة قانونية مؤسسة تقول كده لا تجريمة إلا بنص. لا عقوبة إلا بنص. كويس أوي. مظبوط كده؟ طيب. والنص يجب أن يكون محكم. كويس. مفيش تجريم على فهم. كويس. ولا في تجريم على مين الجهة؟ طيب. مين الجهة اللي طيب. خليني أقول لحضرتك أفهمك. مين اللجنة الأولمبية؟ مش كده؟ خلينا بس نقول
ليه انت حضرتك كمبدا وكقانون لا تجريم الا بنص. رد اللجنه الاولمبيه قانون الهيئه القانون 71 لما ادى الحق للجنه الاولمبيه في الماده الرابعه بتاعته كل ما يصدر عنها المفترض بقى جزء من القانون. هي اللي هتدير المشهد لغايه لما تخرج بينا من المرحله الانتقاليه. كويس. هذا عوج في التطبيق. عوج في القانون. لا اصبر عليا. لا ده انا هقول لك كارثه. احنا قدام كارثه ثانيه. هقول لك قدام كارثه ثانيه. ماذا فعل القانون؟ القانون اعفى الوزير من المسؤوليه السياسيه ولا المسؤوليه الجنائيه حتى. خلاص الوزير مش مسؤول دلوقتي. ماشي. اللجنة وانا هضرب لك مثلا ولا اللجنه الاولمبيه، اللجنه الاولمبيه لجنه اهليه ما هياش لجنه حكوميه. يعني النهارده اخواننا واشقائنا في فرع الشيخ زايد صرف النظر انتم الناس متفقه ولا مختلفه ان هم اعضاء جمعيه عموميه؟ مش ده بحثي. الان في حكم. انا متفق انهم اعضاء جمعيه يا سيدي. انا جاي لك، ما انا عايز اوضح لك بس عيوب المصايب اللي بيعملوها في اللي بيتكلموا في القانون واللوائح دول. هذا القانون في مواجهه شخص محمود طه. اذا هذا الشخص محمود طه ما نفذش القانون ده ويتحبس بكره. طيب كان زمان الوزير عليه المسؤوليه دي ويقدر يرفع على الوزير قضيه ويحبسه. الوزير نقطه ثانيه عايزين نتكلم فيها. ماشي انا جاي لك بس. والله هخلص. اللجنه الاولمبيه لا ما بقاش في مسؤول الا رئيس النادي الاهلي. يا ينفذ يا يحبس. يعني 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 خلاص مفهوم. استاذن حضرتك حاجه المؤكد ان احنا في صف النادي الاهلي مش في صف الحكومه ولا الوزاره. لا انا عايز اقول لك. والمؤكد ان اللجنه الاولمبيه عندها قانونيينها اللي يقدروا يدافعوا عنها. احنا معنيين كحوار مجتمعي مناقشه لائحه الاهلي. هو دلوقتي في حوار مجتمعي يا استاذ ابراهيم؟ اتفضل. انا لم ارى في حياتي مجلس اداره بيتعرض الى هذه الحمله وانا في حاله فزع. وانا هستشهد بصالح سليم للكابتن عادل دلوقتي. الحمله حمله ممنهجه في صدى البلد شوبير واحمد موسى. ويا اخي الناس بتتكلم كلام حتى مش وعياله. يعني النهارده لما شوبير بيتكلم عن المقرين، يعني انا النهارده لما بتهاجم في الاهرام انا بتعرض لحمله ممنهجه. انت شخص مش مؤسسه. لا انا بتعرض عشان المؤسسه. رد. ومحمود طاهر شخص وانت شخص وابراهيم شخص. حقك ترد. انا بتكلم على كيان انا بحبه بصرف النظر عن الاشخاص بقى. ما انت بتتكلم على الاشخاص. ما انا جاي انا خليني بس اكمل. يعني لما يجي شوبير يقول ايه قوه النادي الاهلي في وحدته، هنرجع تاني للمقررين دول، وضرب مثل بالولايات المتحده الامريكيه. هو ما قراش حتى يعني ايه الولايات المتحده الامريكيه. هو ما يعرفش الولايات المتحده الامريكيه دي ولايات 52 ولايه، كل ولايه لها قانونها ولها برلمانها ولها حاكم. ملوش علاقه بالولايه الثانيه. لا ليه علاقه. لا تجمعهم فدرال. تجمعهم الفدراليه يا سيدي. طيب. انا والله طيب. انا راجل. لا أهل. انت راجل استاذنا فاهم ده انت بتاع. لكن هل كون ان هم ولايات، انا طبعا مش عشان ما ينسحبش بس الكلام على المقرات، هل ده اعفى ان تكون القوه العظمى في العالم؟ يا اخوانا بلاش لما نيجي نختلف اعمل لي فرق قياس مختلف. نختلف موضوع. لا انا بختلف موضوع. انت تعالى بس انا عايز اقول لك حاجه بخصوص المقرين. ليه انا يعني انا اولا يعني ما حد يجي يقول لي انا زي اقول الباشمهندس عدلي انا خايف ان النادي الاهلي يتقسم والنغمه اللي شغاله دلوقتي في صدى البلد الاهلي بتقسم. طيب يا سيدي خلينا نتناقش بالعقل. لو انت كاتب في الكارنيه العضويه عدلي الايعي عضو النادي الاهلي بالجزيره، محمد بدر عضو النادي الاهلي بمدينه نصر، انت بدات ممكن من الممكن انك انت تقول والله ده ممكن يعمل تقسيم. لكن انت عندك كشف جمعيه عموميه، لا انت عارف مين اللي في مدينه نصر ولا انت عارف مين اللي في الجزيره. فيطلع تاني مره تانيه شوبير يقول لك ده وصلنا. شوف الكلام اللي بيزعلنا، ان لما بتوع الجزيره يروحوا مدينه نصر يبص لهم كده ويقولوا ايه كده يعني يشمئزوا والعكس. طب هو احنا حاطين على 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 يعني كل واحد فينا حط على اورته كده. هو لا هو الناس عارفه بعضها متردد. لا طب انا ايه؟ انت انا بتردد على مدينه انا بتردد على مدينه نصر. انت راجل نفني. انت راجل من كفر الزيات وسياسي عريض. يا باشا انا بترجاك. انا والله العظيم لا انت منشاك الجزيره. اتكلم لا انا اهلي ماليش، ما اعرفش ايه الجزيره. ما دي النقطه. انا لا اعرف اهلي. اسمع بس بقول لك على حاجه. انا لا اعرف جزيره ولا اعرف مدينه نصر ولا اعرف زايد. انا اهلي. طب انا هسال سؤال. اتفضل. انت حضرتك مع يعني سيبنا من الاجتماع الخاص، الاجتماع الخاص ده ليه ظرف استثنائي. مع الانتخابات تجرى في المقرين؟ نعم. هو نعم. طب وعايز اقول لك هسأل سؤال. اذا لم يفعل اسمع واذا لم يفعل مجلس الاداره ولم يفعل هذا محمود طاهر انا احاسبه. قول لي ليه؟ قول لي ليه؟ اتفضل. انا النهارده خلينا نعترف، المقر اللي في مدينه نصر ده اسمه النادي الاهلي ولا اسمه حاجه ثانيه؟ النادي الاهلي طبعا. اسمه النادي الاهلي. اللي في الجزيره النادي الاهلي؟ طبعا. اللي في الشيخ زايد كلهم النادي الاهلي. حلو.
انا راجل انا 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 كان جزء من اقتراحات الانتخابات تجرى في المقرين. الاجراءات نقعد شوف، انا كنت متخيل الناس تقول ايه، مش دي القضيه، احنا القضيه عايزين نعمل انتخابات شفافه ونزيهه ونضمن انها انتخابات لم يعطى فيها صوت باطل. كويس ماشي كده، كويس دي اللي احنا نبحثه. كويس. مش نبحث هو هنا ولا هنا. كويس. وبعدين ننصب نفسنا اوصياء زي الدغمه اللي شغاله دلوقتي. لا ده وصي ولا ده وصي. لا 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 انا لما اقول لا 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 يعني. انا لما اقول انا اخشى ان النادي الاهلي يتقسم. انا بشكك وصي. انا بشكك في اللي بقيت. لا لا انا بشكك في اعضاء في نوايا. انا بشكك برضه في نوايا كده. رأيك. لا رايك انا هي... على راسي. لا مفيش ديمقراطيه في اللي انت بتقوله يا اللي هو ايه اللي هو ايه انك انت اي راي. امال ده مطروح. لا استناني بس، هو ده مطروح ليه للحوار؟ ناقشه عشان انا بالناس. طب انا مش موافق على حاجه فيه. حقك. لا ما انت مش معترف انه حقك. لا انا هسال. انا بدلل بس. بدلل على مخاوفي يا فندم. انا بدافع عن تهمه. طب اسمع بس اسمع. لا 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 انا بدافع عن تهمه. خلاف انا بدافع عن تهمه انتوا بتلصقوها باللي بيعملوا. عندك خلاف ان المهندس محمود طاهر كان احد المقربين ومحل ثقه الكابتن صالح سليم؟ في خلاف في هذا؟ لا لا. وان المهندس محمود طاهر دائما كان يقول أن الكابتن صالح سليم زي ما أنا بقول وزي ما ناس كتير بتقول. أنت يمكن ما بتقولش لكن ناس كتير كانت بتقول هذا الكلام. ليه ما بقولش ليه؟ لا أنت شهادة لله أن عمرك ما اعترفت بهذا. أنت وهذا بيزيدك فخر وشرف لأنك كنت جريء وكنت معلن رأيك. كويس. لكن إحنا بنقول أن اللي مالوش كبير وأنت راجل فلاح بيبقى له كبير. صالح سليم في التاريخ بتاعنا زي ما هو كان كبير ومختار التتش، مختار التتش كان كبيره تراث كبير جدا. كان كبرنا الكابتن صالح، كبرنا وهو عايش وهو متوفي، مش نتيجه استحضار روحه، نتيجه مواقفه. هذا المهندس محمود طاهر حضر هذه المشكله، حضر هذه المشكله مع الكابتن صالح سليم في 98 وكان متفقا على اللي خده الكابتن صالح سليم من عدم. كابتن صالح كان بيتضايق جدا من فكره اهل الجزيره اهل مدينه نصر. على فكره يا باشمهندس، هذا هي نقطه الخلاف الجوهريه بينه وبينك. الكبير في النادي الاهلي جمعيته العموميه، واي حد يا عم ونبي جمعيته العموميه ده كلام مظبوط. بس جمعيته العموميه هي جت عشان انا عملت عضو ليه في النادي الاهلي؟ لان بفخر بالنادي الاهلي. وانت عملت عضو في النادي الاهلي انك بتحب الاهلي. حبيته من تراث قديم اتبنى. لكن هو مش بصادر. ليه بتصادر على رايك؟ مش بصادر. اصلك انت هنشتغل شغل بقى إيه؟ نتكلم يا جماعه العموميه ومين اللي انت ضد كابتن صالح وهو مع كابتن صالح. خليك قائد. خليك قائد صالح سليم. خليك قائد يا بني. ما تخليكش تقول لي ان الناس عايزه حاجات كتير جدا. انت عارف. لا لا انا مش قصدي كده. انا ما يتفق عليه الاغلبيه في هذا النادي هم الكبار بتوعه. ما هو ده بديهي يعني. مع تقدير الشديد لدور صالح. طب تعالى اسالك انا وانت سؤال. صالح سليم لو كان موجود كان قابل حد يقول له لا حس ارشاديه ولا تعمل ايه ولا ما تعملش ايه؟ والله ما كان قابل. لا استنى، كان صالح سليم هيفكر بطريقه ثانيه. كان هيقول للاعضاء تعالوا كان حييجوا وتعالوا كلكم. لا 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 بلاش واحد. انت كده بتخبط في الناس من غير لازمه. تعالى بس تعالى بس انت اللي بتخبط دلوقتي بتسالني يا عم. ده صالح سليم سقط قدام الفريق مرتجي. سقط قدام الفريق مرتجي وكان ماشي. طب يعني فكره ان واحد يقول يعني مجموعه دي فكره غلط. انا بس يا سيدي مع تقدير صالح سليم. لا بعد الفريق مرتجي ريع الفريق مرتجي سقط قدامه. كويس. كلام جميل بقى. كلام جميل. هل الفريق مرتجي اختلف مع صالح ولا صالح اختلف مع مرتجي؟ ولا انا اختلفت معاك وانت كنت مع مرتجي وانا مع صالح؟ هل مع الحفظان الاسماء؟ هو ده اللي انا عايزه. عايز النادي الاهلي. ما عشان كده انا عايز. وفضل على فكره صالح سليم كان رئيس النادي الاهلي فضل الفريق مرتجي كبرنا. كويس. لكن احنا اختاروا اللي شاف على الكوره يعني. انا عايز اسالك بس. طب انا عايز افكرك بحاجه. انا عايزك نهدى بقى كده وافكرك بحاجه. صالح سليم في يوم من الايام في السبعينات كان مدير الكوره وكان الفريق مرتجي رئيس النادي. وكان في ماتش كان في مستحقات للاهلي عند اتحاد الاذاعه والتلفزيون او التلفزيون تقريبا والنادي الاهلي قرر انه ما يذيعش الماتش ده الا لما ياخد. خلينا صالح لم يصطدم بقانون. طب خلينا كمل. انت خلينا كمل. خلينا كمل. ما انا هقول لك موقف صالح سليم بس خلينا كمل. مش من حاجة خلينا كمل بس. الواقعه يوم الفريق مرتجي لما حصل اتصال بينه وبين الدوله وقالوا له الموقف لا يسمح بان الاهلي ما يذيعش الماتش بتاعه وافق. صالح سليم يومها قدم استقالته من اداره الكوره. كان عضو مجلس اداره يا استاذ عبيد. كابتن صالح كان عضو مجلس اداره ودي واقعه 76 واستقال معاه الكابتن محرم. كان مدير كوره ما كانش عضو مجلس اداره. النبي اللي حضر الواقع بقى اتفضل عشان انتوا بتتكلموا على عناوين. صالح عشان الفريق مرتجي
وافق انه يرضخ للدولة؟ لا مش يرضخ. لا يعني بسبب انه يرضخ صالح ليه؟ سليم كان خلافه الاساسي وهو اللي عمله بعد كده. قال له حضرتك واحنا قاعدين في الجلسة قلنا هنصوت وقلت لك ان الدولة هتضغط، قلت لا رجع في الكلام. يبقى حضرتك لما تحب تعرض وجهة نظر جديدة تؤدي الى الرجوع في الكلام كنت تيجي تناقشها في المجلس، ما تديش وعد لرئيس الوزراء وانت قاعد معاه. ده اللي كان مزعل صالح، مش الرجوع عن القرار. كيف رجعت على القرار دون ان ترجع لاصحاب الشأن اللي خدوا القرار؟ وعشان كده كابتن صالح لما اختلف مع فؤاد محي الدين، دكتور فؤاد محي الدين رئيس الوزراء، بعد ما اتفقوا على حاجة قال له نعمل مؤتمر صحفي نعلن في مكتبي دلوقتي، قال له مستحيل لازم ارجع لمجلسي. يا سيدي يا سيدي هو ده الخلاف. وعشان كده بنقول ده الكتالوج بتاعنا. انا بتكلم صالح ما كانش يناطح في القانون. لا 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 في القانون لا ملوش علاقه بالقانون. هو زعت ماتش ده قانون؟ ما هو عشان طيب كده. طيب على ايه حال بس يعني انا بس انا انا بتكلم عن قوه صالح سليم. هو انا اقدر انكر ان صالح سليم احد الشخصيات احد ابرز الشخصيات التاريخيه في تاريخ النادي الاهلي؟ انا بكابر مش اكبر مش ابرز. صالح سليم مش عشان هو يعني هو مش نبي له عيوبه له، لكن هو بالنسبة هو المؤسس الحديث الذي نقل تراث الأهلي إلى المجموعة، وكل المجموعة اللي موجودة دلوقتي هي من تحت عبايته. وهم المهندس محمود طاهر، وانت لو سألت المهندس محمود طاهر عمره ما هينكر دي. يا سيدي ما بينكر يا سيدي. انت بدخلش محمود طاهر. انا مش محمود طاهر، انا محمد بدر، فما تدخلنيش في محمود طاهر. ممكن اقول لك حاجه بقى تحسم النقاش ده؟ القانون مش عاجبني. مش عاجبني. وانا شخصيا مش عاجبني ان رئيس المحكمه الرياضيه يبقى رئيس اللجنه الاولمبيه. ماشي. وشايف ان الاهلي عنده وجهه نظر محترمه وفي الموضوع ده. ولكن وجهه نظري في القانون لا تدعوني الى خرقه. زي اللي مش عاجبه قانون التظاهر فينزل يتظاهر عشان يقول لهم انا مش عاجبني قانون التظاهر، التزم بالقانون واغيره. انت هتستفزني ولا ايه؟ لا يا حبيبي انا بدي لك امثله. القانون عجبنا ما عجبناش لازم يحكمنا بعد كده نغيره بالوسائل. هو فين النص اللي بيحكمك؟ انا عايز ده موضوع تاني بقى. اذا كان مفيش قانون ممكن اسالك سؤال؟ ممكن اسالك سؤال؟ ودي برضو شغلاني. اتفضل. انا دلوقتي سيبك بقى من كل خلافاتنا على البنود، احنا مختلفين مش على الاشخاص. لا مش على البنود، احنا مختلفين على مبادئ عامه مش على البنود. مبادئ عامه ماشي. خلاص احنا مختلفين على مبادئ وردت في هذه اللائحه خلاص، لكن في الاخر هي بنود تحولت الى بنود. كويس. صياغات جوه بنود. كويس. بعضها اصيغ بطريقه جيده وبعضها محتاج مراجعه في الصياغه. كويس. وده الحوار المجتمعي. كويس. لكن اللي انا عايز اقوله انا النهارده مش عاجبني القانون. تعالى نمشي في المسارين جنب بعض. النادي الاهلي مش عاجبه وبيقول انا من حقي وانا مش هلتزم بالجواب بتاع اللجنه الاولمبيه. اللجنه الاولمبيه بتقول له انت لو عملت الانتخابات بتاعتك بالطريقه دي وتجاهلت القواعد اللي حطها لك اللجنه الاولمبيه مش هنعترف لك بالجمعيه العموميه ومن ثم لائحتك. هيقول لا انا هعملها. هتيجي الجمعيه العموميه حاجه من اثنين. ماشي. يا تقر اللائحه يا ترفضها يا ما يكتملش النصاب، حاجه من ثلاثه. ماشي. اذا اقرتها وهو احد الاحتمالات اللي موجوده وموجوده بقوه. اذا انا هعمل ايه عشان انفذ هذا الكلام على ارض الواقع؟ هاي. مفيش حل عندي غير اني اصطدم بالدوله، ان انا اقول لهم القانون بتاعكم ده ما يخشش في ذمتي ببصله. وان انا جمعية العمومية فرضت عليا اني ادافع عن حقها. بس خلي بالك كده، هل هذا هو المطلوب؟ خلي بالك انت كده حاطط تصادم بالدولة ده سيف ارهاب علينا على المختلفين. يا سيدي ثانية. انا بقول لك ثانية. مش احتمال. ثانية. هو ده مش لا احتمال. لا لا مش اللجنة الأولمبية مش الدولة. لا كان في قانون صدق. قانون لا لا مش هتعترف بيه. يا جماعة. طب انت هتمشيه ازاي؟ انت هتمشيه ازاي؟ في حقوق الدولة. في حقوق في انا شخصيا. انا شخصيا لو انا شخصيا مكان المهندس محمود طاهر، اذا اللي انا عملته حد جه في القانونيين، هاتوا القانونيين بتاع مصر كلهم. سيبك من القانونيين يا عم، خلينا اكمل جمله. القانون لا 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 انا هكمل كلامي. على فكره انت حضرتك بتكمل كلامك. جاب هات القانونيين كلهم يقول له انت خالفت القانون او اللائحه في اللي انت بتعمله ده مخالفه صريحه. تمام. يناقش. انت عارف لكن خلينا اكمل بس يا باشمهندس عشان انا الفكره بتطوح مني. طب اذا لم يكن مخالفا لا القانون ولا اللائحه وكان على صواب، يتفق على الكلام دلوقتي
من مين مع مين؟ ما تسمع تجيب القانونيين دلوقتي اللي يقولوا لك هذا الكلام. ما مجلس انا مش عايز ادافع عن مجلس، انا بس انا عايز اقول رايي كعضو جمعيه عموميه، مش عايز ابدو ان انا بدافع عن مجلس ودافع عنه وان كان يستحق انه يدافع عنه. ودافع طبعا عنه. ما هو ده جزء استنى، انا قلت، ما انا بقول انا بكمل كلام. انا مشفق يا باشمهندس دي واحده. شوف اذا بحق لو محمود طاهر تنازل عن حق النادي الاهلي، محمود طاهر مش هيملك النادي الاهلي، هو مفوض من الجمعيه العموميه في اداره شؤون النادي الاهلي. اذا كان هناك حق للنادي الاهلي وتنازل خردلة عن حق هذا النادي، محمود طاهر بعد مراجعه كل القوانين يحاسب. طيب واذا هم اشتغلوا معاه لو يدراعوا اذعان، عنده حقوق لقاضي. يا اخي اصبر عليا، انا لو مكانه نقعد اربع شهور في فراغ. فراغ ايه يعني؟ انت دلوقتي اللائحه دي فراغ ايه؟ ما هو تعال نشوفها بهدوء بس عشان احنا مش في جدل مع بعض. احنا بنشوف. انا من حق ادافع عن النادي. ايوه دافع يا سيدي، وانا بدافع عنه دلوقتي. ماشي. اللي بعمله معاك هتكتشف ان انا بدافع عن النادي اكتر واحد في مصر. عودة مرة اخرى، وعدناكم بحوار ساخن وحر وديمقراطي وبتاع، وهي ديمقراطية كده فيها شوية اصوات تعلى اصوات توطى، ولكن عودة الى الصديق الذي له مكانة خاصة. انا قلت لكم الاول اختلفنا كتير، ولكن دائما نتفق على حب النادي الاهلي وعلى احترامنا لبعضينا. ابراهيم اتفضل. سيادة العميد، احنا مبدئيا في الحوار المجتمعي معنيين بهذه اللائحة. المهندس عادل القيعي وبرنامج ملك وكتابة لما أسر مع القانونيين وضع اللائحة ومنهم الدكتور محمد فضل الله، كان هناك بعض الملاحظات. أهم ملاحظة أنه المادة 23 بتنص على إجراء الانتخاب. أولا أنا في التصادم ما بين المادتين، الدكتور فضل الله حتى ما قدمش تفسير واضح أنك في مادة بتدي جواز المشاركة هنا أو هنا، وفي البند اللي بعد كده بتجمع هنا وهنا، يعني تجوز إجراء الانتخابات في الجزيرة أو مدينة نصر، وبعد كده قلت يتم الانتخاب في الجزيرة ومدينة نصر. بعيدا عن هذا التصادم، المخاوف الأهلوية الحقيقية واللي أبداها الكابتن صالح سليم كمرجعية، ممكن حضرتك تختلف على أنه قيمته كمرجعية، والمهندس عادل القيعي بيراه مرجعية كبيرة جدا في تاريخ النادي الأهلي. أنتوا هتلبسوا تهمة أن أنا ضد صالح سليم؟ لا، أنت ضده كمرجعية. لا، مواقفه تمثل تراث مرجعي بالنسبة لي. اوكي، الحمد رائع جدا. كان عنده تخوف حقيقي من تزايد نغمه اهل الجزيره واهل مدينه نصر، وده ثابت على فكره في كل حواراته وكل مؤتمراته الصحفيه. المخاوف الاهلاويه الموضوعيه جدا، انك اعمل الجمعيه العموميه في مكان واحد، بعيدا عن ان ده نص في الاجراءات اللي اللجنه الاولمبيه مطلعاها. المكان واحد في يوم واحد او في الوقت اللي تحدده الجهه المشرفه على الانتخابات، بعيدا عن هنا وهنا. هنا وهنا انا هسأل حضرتك سؤال ارجو ان هو يكون موضوعي. الانتخاب جزء من بنود جدول الاعمال. عندما يكتمل النصاب القانوني يتم الانتقال لجدول الاعمال ومناقشه الميزانيه والحساب الختامي وتقرير النشاط الرياضي، مش ده صحيح؟ ما حضرتك تخلص هرد. لا، ما تاخدش مني اجابه، وقول لي رايك وانا ارد. عندما يكون الانتخاب في مكانين، اين مناقشه بقيه بنود جدول الاعمال؟ طيب ازاي هتقدر بعيدا عن موافق. المخاوف الحقيقيه أنا موافق. من هذه القسمه المؤثره جدا على النادي الاهلي. انا اتفق معك ان هناك بنود حاكمه في اجتماع مجلس الجمعيه العموميه اللي هي مناقشه الميزانيه، تمام، او التصديق عليها. عندي بندين مهمين، الميزانيه، وكنا دايما الميزانيه دي كانت بتتناقش بعد الانتخابات بالمناسبه، بعد ما تجرى، بعد الانتخابات ما تنتهي بس. وفي نفس الوقت انت ما ينفعش تناقش بعد الانتخابات، بعد الانتخابات بقى في مجلس. انا عمر ما حضرت، انا عمر ما حضرت الانتخابات، عمر ما حضرت مناقشه الميزانيه. اذا كان ده انت بتبرئ الانتخابات، بتبرئ ذمه مجلس سابق. أيوة. طيب يا فندم، انا خلاص ماشي. انت ما بتفتحش دلوقتي هل بعد. طب هل احنا ممكن، طيب هل احنا ممكن نقول فضل. هو طبعا ما فيش قران محكم، يعني فيش نص محكم. لازم نغير الدنيا مجرد التغيير. طيب لا، مش مجرد تغيير. هل انا مش من حقي كنادي في لائحتي ان انا اقول اذا كانت اجتماع الجمعيه العموميه ضمن بجدول اعمال واجراء الانتخابات ان انا اعمل يوم لاجراء الميزانيه ويوم اخر للانتخابات؟ هل هذا يعني يخل بالاداء في اي مؤسسه؟ نعم. لا، لحظه لحظه. نعم، من الناحيه القانونيه. لحظه بس يا ابراهيم، كده لان انا كده انت بتصوت على يوم واحد. طب انت بتعمل كده ليه؟ بصوت على ايه؟ بصوت في ايه؟ في يوم واحد، يوم مناقشه ويوم انتخاب. انا بتكلم على يوم انتخاب، دي ممكن تبقى يومين. انا بتكلم على ان تكون الايام الانتخاب. يا باشمهندس،
انا بص انا مؤمن ايمان مطلق بحقي كعضو النادي الاهلي صرف ماليش علاقه انا بالجزيره وبمدينه نصر والنغمه دي انا ارجو انها تنتهي من النادي الاهلي بالظبط. ان انا اقول لرئيس النادي انا بيتي قريب من مدينه نصر تجيبني ليه الجزيره، حقي ان انا اقول له كده، حق انا اقول له مين كده. مين قال الكلام ده؟ انا حقي. مين انت لما دخلت على النادي الاهلي دخلت على كان عضوته نادي قائم مش جاي تغيره. كان عضوته كام؟ يا حبيبي انت دخلت ساعد هو انت لما جيت تعمل العضويه مش في حد زكاك؟ كويس انت انا زكيتك ليه؟ لانك هتلتزم موافقه بنظام الاهلي. حلو. مش داخل عشان تغير نظام الاهلي. مش لا هو نادي الاهلي هو نادي الاهلي في خلاف على انه ارقى نادي واللي الدوله كلها بتشوفه ان هو ده النادي النموذج. في خلاف على انه صاحب المبادئ وصاحب التراث وصاحب القيم. عايزين نهز القيم والثوابت دي ليه؟ هنا مش قيم لما انا وصلت لكل نجاحاتي من خلالها اغيرها. ما فيش حاجه متغيره الا الثوابت والقيم يا محمد. يا باشمهندس يا باشمهندس يا باشمهندس خلينا اللي ما هو ثابت انا هوافق على ان هو ثابت. انا بتكلم انت النهارده عدد اعضاء الجمعيه العموميه يوم انا ما دخلت في نص السبعينات كان عدد اعضاء الجمعيه العموميه كام ودلوقتي كام ومرشح يبقى كام؟ انا هسالك سؤال عشان اللي بيبص لبكره. انا هفترض في يوم من الايام ان الجمعيه العموميه للنادي الاهلي دي عدت ال 500,000 هتعمله في الجزيره برضه؟ هقول لك حاجه بقى. قول وانت بدأ بتبص لبكره. اه انا هقول لك مخاوفي لا تنصب على هذا المجلس الحالي. المجلس الحالي ده لسه راضع وشامم نظامنا. بعد 10 سنين هيجي لك جيل اخر من القيادات مش متمسكه بثوابتنا زي كده. ما الذي يضمن لك ان كل واحد بقى ياخد فرع زي ما كان الكابتن صالح تاني هقول واللي يزعل ان الكابتن صالح كان بيقول ما تروحوش ناحيه الفرق الرياضيه عشان مش انا ناخد الكاراتيه في صفي والتاني ياخد التنس الطاوله في صفه والتالت ياخد كره القدم في صفه ومنع العاملين ومنع الفرق الرياضيه والنشاط الرياضي من التدخل في العمليه الانتخابيه ومنع المرشحين واعضاء مجلس الاداره قبلهم انه يحتكوا بيهم ولا يناقشوهم ولا يوعدوهم باي حاجه. لكن النظام اللي انت بتقوله ده معناه ايه؟ انا هروح اشوف الكتله الكبيره من الاعضاء فين واتملقها على مدى اخر سنتين من دورتي او ان انا راجل مترشح جديد ابتدي اتملقهم واعيش في وسطيهم وادافع عنهم واعملهم معارضه. وهذا هو التخوف الذي اخاف منه. أنا ليس اليوم وانما غدا. التخوف بتاعك انا احترمه جدا بس علينا ان احنا نناقشه. اذا انا ساجبر في يوم من الايام ستجبرني الايام والظروف ان انا ابحث عن عن, عن 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 استنى بس هقول لك حاجه. عارف الايام والظروف ساعتها هتكون ايه؟ المكانه دخلت في الدنيا تقدر وانت قاعد في البيت تنتفي. طيب يا سيدي اصبر عليا اصبر عليا بس انا بقى احنا بس عايزين نتكلم حق هو ده اللي نعمله هو ده اللي نعمله. عايز اريح الناس عايز اريح الناس. هو اللي في مدينه نصر ده مش ممكن يكون ساكن في الشروق؟ ممكن. طيب ما ريحتش بتاع الشروق ليه؟ يعني ايه؟ انا بختار له اقرب مكان. ممكن ليه؟ اسالك سؤال تاني. اه اتفضل. كام نادي غيرنا عايز يعمله في مقرين؟ مين؟ كام نادي غيرنا؟ انا بتكلم عن الصيد عنده تعدد مقرات. سؤال تالت. هوليوبوليس اللي في دائره في كتله سكانيه ضيقه على خطوط المترو ومساحته نصف مساحه اهل الجزيره وعنده أكثر من مقر. دعوته الجمعية العمومية كانت نازلة على مقر هليوبوليس وفي يوم واحد وكان وعلى فكرة المهندس محمود طاهر واحد من كبار نادي هليوبوليس هو وسمير زاهر وصلاح حسني وبتاع ما حدش فيهم طلب ليه نادي هليوبوليس يبقى على يومين. انت دخلت والصيد اصغر. ما انا بدي لك اهو ليه دي تسالهم هم فيها والصيد اصغر ليه دي استنى بس مفيش غيرنا. انا يا باشمهندس انا بس عايزين نتفق برضه تاني نرجع تاني. مدينه نصر مبنى مش اشخاص مبنى مقر نادي اسمه نادي اسمه فرع النادي او مقر النادي في مدينه نصر مبنى مش بشر مش عايز اعمل فيه يا سيدي اصبر عليها بس خلينا بس اقول لك عايز اوضح لك وجهه نظري. الجزيره مبنى مقر مش كعبه ولا الجزيره كعبه ولا مدينه نصر كعبه ولا الشيخ زايد كعبه مظبوط مش ملزم ان انا اروح اطوف بيها يعني انا عايز اوسع قاعده المشاركه. انت المفترض بتقول انا عايز اوسع قاعده المشاركه الناس. انت النهارده لما تيجي تقول الانتخابات طب ما هي الجزيره جي فيها الجزيره جي فيها 21,000 يا سياده العميد كم في الميه من الجمعيه العموميه دول يمثلوا كام في المية؟ 15%. وانت في النهاية هل استنى بس هل انا كأهلاوي هو انا بقول اللي في مدينة نصر ما يجيش؟ هل ما جاش قبل كده؟ المهندس محمود طارق اكتسح الانتخابات في مقر الجزيرة
طيب كويس. طيب أنا ايه بقى المشكله؟ انا كانوا كام الف؟ انت ليه ليه بتحط محمود طاهر في جمله؟ ما هو المجلس انا بكلمك عن المجلس. انا ماليش انا ما بتكلمش عن انا بتكلم عن حقوق. طب استناني بس، وانت كنت عضو اللجنه المشرفه على الانتخابات. اه طيب، على فكره في حوار سابق انا قلت لك انا معترض على ان الانتخابات ما تبقاش باشراف قضائم الجهه الاداريه، وما ينفعش انها تبقى من اعضاء النادي او مجلس الاداره يحددهم، وانت قلت لي معاك حق. لا لازم يبقى في لجنه قضائيه طبعا. أه. واحنا الانتخاب ومش لا. النادي اللي اختارها، مش انا اللي بقى بحكم وانا اللي اختار الناس. لا صعود انا النادي. بس انا بس عايز يعني يبص يا باشمهندس سعد، انا قلت لك ايه وانت قلت لي صح؟ انا قلت لك ايه احنا اللي احنا نتناقش فيه، ان احنا نتحرى ان تكون الاجراءات العمليه الانتخابيه تضمن النزاهه والشفافيه المطلقه. اديني امثله. ماشي ازاي؟ وسائل التحري. احنا ممكن تبقى تعال نقعد الامن نتفق على مبادئ وسائل التحري نمره واحد. حبيبي. الامن الآن ان الصندوق ده اطمن ان ما حدش يلعب فيه. ما انا موافق، واطمن انه هو بيتنقل ما يتغيرش. ما انا انا مين انا اللي هيعمل لي كده؟ انا عايز اريحك، انا عايز اريحك والله مليون في المية. اذا 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 احنا هنأول نحط مبادئ، اذا لقينا انه من الصعوبة ان احنا نطبق المعايير دي. ما احنا بنقول كده. لا يا حبيبي انا رايي ان مش بالصعوبة دي واحدة. وجهه نظرك برضه. رايي ان مش بالصعوبه. آه. رايي ان مش بالصعوبه. آه. نتناقش، نقعد نتناقش فيها والله. هو ده اللي انا سالت حضرتك سؤال موضوعي يا اساس العميد. انا بس عايز اقر حق. طيب. حقي انا كعضو جمعيه عموميه، والله انا ما اعرف مين عضو مدينه نصر ولا مين عضو الجزيره، وانا بقالي اكتر من حاجه و40 سنه. هتعرفهم ازاي؟ ولا حد هيعرف، ولا انت تعرفه كويس. لا انا اعرف جزء كبير منهم. جزء يعني تعرف ال 140,000 ده؟ لا يمكن. طب كويس. هم احنا عايزين نثبت حقوق وبعدين نناقش. انا بوجه كلامي للاهلي عامه، مش حقوق لبره. لا مش حقوق الاهلي، عضو الجمعيه العموميه. هو العضو الجمعيه العموميه عامه. انا بوجه كلامي يعني، قلت لك وانا هكلم حقوق المبنى. الخطاب رايح خطاب انقسام. صديقي العزيز احنا واعيين في خطا كبير والله. اللي بيروجوا لفكره الانقسام ده هم اللي بيعملوا الانقسام ده. احنا بنعمل انقسام. ايه رايك بقى؟ انا بقى بوجه حديثي لاعضاء مدينه نصر. ما برضه حاجه اسمها، ما فيش حاجه اسمها اعضاء مدينه نصر اللي هم معنيين ان نريحهم خالص. ما فيش كده برضه. انت بتتكلم دول اللي عايز يريحهم. لا متاسف، مش ما فيش كده. ازاي؟ امال انا عايز اريح مين؟ بتوع مصر الجديده. يا سيدي يا سيدي يا سيدي، بص انا عايز اقول لهم يا جماعه بيسر... ما فيش حاجه اسمها مدينه نصر. انا بيسر على عضو النادي، عضو الجمعيه المدينه الاهلي، بدعيه تعالى شارك في اداره ناديك، وبدل ما يجوا 20 انا عايزهم يجوا 50,000. طب انا سالت حضرتك سؤال مش عايز تجاوبني، اللي هو ايه؟ انت الناس هتيجي تنتخب. اه. القانون في اجراءاته بتفتح للجمعيه العموميه في التسجيل، اول ما بيكتمل النصاب القانوني للتسجيل بتنتقل لجدول الاعمال. انا شخصيا بتكلمني بجد. انا ضد كلمه النصاب القانوني. تعال قول لي. طب تعال قول لي ازاي؟ تعال قول لي انت. هو الدستور ده مش ابو القوانين؟ الدستور ده فيه نصاب قانوني للموافقه عليه؟ في لا فين ده؟ مش في عدد معين لازم يحضر يعني؟ ولا 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 ولا, ولا, ولا في كلمه عن النصاب القانوني. ايه رايك بقى؟ لوضع الدستور او انتخاب رئيس الجمهوريه. ولا في نصاب قانوني ولا البرلمان. تعرف النصاب امتى؟ إذا كان المرشح واحدا يشترط أن ينجح في التزكيه. لا يبقى في 5% يوافقوا عليه. عدا كده يا عم احنا عندنا برلمانات، عندنا مجلس شورى يعني كان بينجح ب 7%. يعني انت دلوقتي بتستند لانتخابات مجلس الشورى والشعب. انا مش بستند. ما فيهاش يعني الشرط بتاع المؤهل العسكري ده. انا لا فيها بقى معاده دي. اسمع بس، انا هو ده جزء من الخير. طيب ما تاخدش دي بتستند يعني بيه. يا تاخده كله يا تسيبه كله. انا ضده. انت عايز يعني، بس انا مش عايز اكبر الموضوع. انا اقصد ايه؟ انا اقصد ان الاول انا كراجل من حق ان انا اوسع قاعده المشاركه ولا مش من حق؟ طبعا حقه. طبعا انت احنا عايزين الناس، شعب الناس كلها تيجي تسائل مجلس الاداره. يعني مش هيسائل مجلس الاداره ده الا اذا شارك في انتخابه. ما يبقاش علاقته بالنادي كويس. بس انت ان انت المجهود اللي بذلناه في الدفاع والهجوم على ان المقر المقرنيه، كان زماننا عملنا اليات واتفقنا على اجراءات ونظمنا دعوات وندوات. انا كنت اضمن لك يجي لك 20,000. طب يلا في مقر واحد. يلا. وانا قلت للمهندس محمود طاهر هذا الكلام، قلت له هنا يلا على الهوا. وقلت له الاليه ايه؟ قلت له الاليه ايه؟ لكن انت اللي انا بتكلم عن فكره ان لا لازم يتعمل لا مقرين. يا باشمهندس انا وعلى فكره اتقال في وقت من الاوقات دي جمعيه ليها صفه خصوصيه مش هتتعمل في المقرين غير مره واحده عشان ده اجتماع خاص جدا. وفجأة بيه محطوط هنا يا في الجزيره يا في مدينه نصر. يعني ممكن يبقى في مدينه نصر بس يا في المقرين. ما هو خطا انك تقيد حق.
يا عم اطلقوا وبعدين يبقى نظام اجراءات. هو الاصول والجذور والتراث، انتوا عايزين تهدوا تراث الاهلي ليه؟ انتوا عايزين تهدوا تاريخه ليه؟ هذا ده اتهام ولا مش اتهام؟ اتهام. طب انت اتهمتنا. لا عم استنى. لا لا مش استنى. من يريد هذا؟ انا لا. انا اريد هذا. طيب انا بقول ان هذا يؤدي ان بضرب في الثوابت اللي عملت للاهلي مكانه متفرده. برضه ثوابت يا عم، قلت لك في يوم من الايام ثوابت وكيان. ثوابت وكيان، ثوابت وكيان. بص يا باشمهندس، النادي الاهلي ثوابت وكيان، واذا ما خدناهاش من جيل بامانه نقلناها الجيل اللي وراه، نحن نرتكب مخاطره وخطا جسيم، وهذا هو الفكر الذي اخاف منه. بص يا باشمهندس، لما حبوا يعرفوا الحق قالوا هو الشيء الثابت الذي لا يتغير. كلمة ثابت هو الذي لا يمكن تغييره. فإذا أنت قلت لي على حاجة قبل للتغيير إنها ثابت، أقول لك لا، في هنا محتاجة مراجعة الألفاظ، اصبر علي. بمعنى إيه؟ على فكرة هو صبر علي. أنا قلت لك أفواه بيعمل كده، أنا قلت لك لو أنت بكرة الصبح جمعيتك العمومية 500,000 وأنت مرشح إنك في ظرف لما تبقى 500,000 لما تبقى ده أنا سألت حضرتك سؤال. لما أنت قلت لي ما بقاش أنا مناجح في اكتساح. برضه انت هترجع الموضوع الشخص للمنصب محمود طاهر. لا لا يا حبيبي، ما انا بدي لك مثل. انت حضر جمعيتك العموميه كام؟ وعلى فكره ويوميها كان فيها ايه بقى؟ انتخابات. يعني في ناس قد الجمعيه العموميه 3 مرات بيأيدوا المترشحين، وكان في مناقشه للميزانيه، وكان في مناقشه لجدول الاعمال. كل ده مش هيبقى موجود في الاستفتاء يا بدر. بس لحظه، خلينا في الموضوع. الاستفتاء دي انت هتعمل ايه؟ هتخش تعلم وتمشي، تعلم وتمشي، تعلم. يعني ال 12,000 دول يخلصوا في 3 ساعات. برضه انا بتكلم في حقوق، والله ما مش شبه اللائحه دي نشيلها واتكلم في حق عضو الجمعيه العموميه. انا بقول لك انا شخصيا، انا العقد الذي بيني انا من حق اصوت وانا في البيت. عقد انا من حق اصوت وانا في البيت. ماشي، لو اطول اعمل كده. انا العقد الذي بيني وبين مجلس الاداره اللي انا بفوضه، ان اذا لي حق وفرط فيه احاسبه. ما ده مش من حقك. حق. انت دخلت على نظام ما اعترضتش عليه برضه، اللي هو ايه؟ نظام الاساس. وانا لما دخلت كان في مدينه نصر. استنى بس، رد عليا بس. لما بقت مدينه نصر بعد كده لازم بس تمشي مع المتغيرات. يا بدر بس والنبي ارجوك. اصلا انا بصادف هذه المساله. أقولك، انا ادرت اكتر من نادي، وكنت بقول لهم يا جماعه اللي بيجي يعمل عضويه جديده بقول له اطلع على النظام. اقسم لك عشان مش من حقك تغيره. اقسم بالله العظيم، وانا وانت تعلم ان انا املك من الصراحه والشجاعه ان انا اقصد اقول له اقول له اقصد فلان اقصده. اقسم بالله ما ساقول لا علاقه لك به انت شخصيا وليس مجامله، لكن النفخ الدائم في موضوع ان النادي الاهلي بيتقسم كلمه باطل يراد بها فتنه. يا اخي انت لما يجي واحد زي احمد ما موسى، تسيب التاريخ يحكم عليا. لا ماشي يا عم، ماشي خلاص، سيب التاريخ ان شاء الله يحكم. عشان ما نطولش يعني ما لا اصل يا باشمهندس، هو ده 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 دي رساله للاعضاء. لما يجي واحد في شيء يختلف فيه ويبث الرساله دي، ده مش والله يا بدر يعني النغمة اللي شغالة يا بدر. الوزير بتاعك طاهر أبو زيد ما تخليناش نتكلم، هو اللي رفض إن النادي الأهلي يعمل نظامه الأساسي، وأنت جيت بناء على خطاب من الوزير قال إلغي اللجنة القضائية وجيب 3 من أعضاء النادي. بس اسمع، لأنه كان عايز يضرب مجلس قائم. أنت بتقول لي المؤامرة إنك تاخد لي قرار تخلي مش من حق محمود طاهر ومجلسه يترشح، دي المؤامره. طيب تعال. اما الباقي مضايقات. طيب ماشي كويس. والذي تعرض للمؤامره المجلس السابق. طيب مش تقول لي المؤامرات. ماشي انا موافق، خلينا نرد بقى. وانت كنت انت جئت بنتاج، جزء من نتاج هذه المؤامره، انك انت وقبلت انك انت تقبل تعيين من شخص بيكسر القانون، وهو ده سبب ان الانتخابات دي اتلغت، انك كسرت القانون. انت في مده معينه تقدر تغير فيها، انت غيرت بثلاثة من الاعضاء في غير التوقيت القانوني وما غيرتهمش من هيئات قضائيه. ايه الجبر ده؟ طب ايه الجبر ده؟ ممكن تسمع. طيب عملتوا ايه في النادي الاهلي؟ انا عايز اعرف. ممكن تسمع بقى؟ ممكن تسمع؟ اتفضل اتفضل عشان اقول رايي. قول. يعني انا ممن يعني يسعد ويشرفه ان انا طاهر ابو زيد صديقي. وصديقي جدا على فكره. هو ممكن يكون لفظني، هو حر. خلينا اكمل بس. وانا رايي حجم الجهد اللي بذله طاهر ابو زيد علشان لمواجهه الفساد في الوزاره دي لم يفعله وزير قبله ولا بعد. نعم، المجلس السابق. نعم. فساد. لا سيبك بقى من المجلس السابق. ما هو هو عمل حاجه غير استهدف المجلس السابق. هات لي انجاز واحد له. احنا ليه هنحول الحلقه لتصريح حسابات؟ لان انتخابات الاهلي اللي انت كنت عضو فيها، الجمعيه الاخ محمد سلم اللي بيطلع اتكلم ده، انا خليته اعترف على الهوا، اعترف على الهوا. سالته 5 اسئله ما قدرش يهرب منهم. قلت له يا ابراهيم 5 اسئله
واحد اثنين ثلاثة أربعة وجاوباته بتاريخها. قال لي أيوة حصل، أيوة حصل، أيوة حصل. قلت له طيب يعني إذا الانتخابات دي قامت على باطل؟ قال لي أيوة. وأنا قلت للوزير وقال لي كمل. مش صحيح، أقسم بالله. طيب. وعلى الهوا أنا هو محمد أبو محمد سويلم يدافع عن نفسه، بس أنا ولا محمد سويلم دلوقتي هيقول أي حاجة. أنا كنت طرف في الموضوع. اسمع. أنا كنت طرف في الموضوع. لا أنت ما كنتش طرف، أنت جيت بعديها. بس دقيقة واحدة بس، دقيقة واحدة بس. لا أنت لا. ده السؤال ده لا. كان المسؤول. أنا مش بص، أنا أنت اتربيت على حاجة يا باشمهندس عادل، إن أنا قدر الإمكان ما سيقش للنادي الأهلي. مش أي. عايز يبدو أن هناك فرق متناحرة بين مجلس سابق ومجلس لاحق. هو وكده. كلمة المؤامرة مين اللي لا بس اسمع بس. أنا مش عايز، أنا مش عايز. انت اللي بتقول المؤامره. أنا انت دلوقتي قاعد تقول يتعرض للمؤامره. انا ما قلتش مؤامره. انا مش شايف انه متعرض. انا ما قلتش مؤامره. اتعرض لخلافات، اتعرض لمضايقات. برضو انت اجريت على لساني ما لم اقله. انا قلت تعرض لهجوم. لهجوم ومؤامرات. لا ما قلتش مؤامرات. قلت مؤامرات. والله اقسم بالله ما اقولها. راجع الشريط. انا على فكره واعي بكل كلمه. وفعلا مجلس اداره محمود على قدر الانجازات اللي انجزها دي اكتر مجلس بيتهاجم، انا ما اعرفش ليه. كل والمجلس السابق ما تهاجمش لا بالضرب يا راجل. ده رئيس هو اتاخد وضايقوه وتحرشوا بيه وفي الاخر خد براءه بعد ثلاث سنين. من اللي اتاخد؟ الرئيس بتاعه. والنبي ما تدخلني بتفاصيله. خد براءه. والنبي والنبي يا باشمهندس، باشمهندس اتفضل. يعني بلاش ندخل في، احنا خرجنا بره الموضوع. انا بس عايز اقول لا هو هي الحفله، هي الحفله اللي معموله كل يوم على مجلس اداره النادي الاهلي ديت مش واضحه. وان جزء من الناس والمجلس الاداره برضو معمول على حفلات على الناس اللي بتعرضهم. هي طبيعه الانتخابات. طب انا موافق يا اخي. طبيعه الانتخابات حفلات. انت دلوقتي حلو حلو انت قلت ايه طبيعه الانتخابات؟ ها يعني اذا اللي عامل الحفله دي منحاز لجهه ما. مؤكد منحاز. مؤكد منحاز. انا من حقي ان انا انحاز. ونحاز. موافقك طبعا. بس مش من حقي اشوه حد تاني. طبعا يا سيدي. محدش بيشوه. لا 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 مين لا. اللي بيشوه؟ لا انا اذا حد اي حد يقول راي غلط هو يحاسب عليه. طيب خليني انا بس مش عايز انا جاب سيرة انت عارف المجلس ده ورئيسه قدامي انا باكله. انت عارف انت عارف انت عارف ان انا مش من هواه الدفاع عن اي سلطه اي مكان. لا دافع. لكن لا 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 انا بدافع. انا بدافع. انا بدافع عن حق. اسمع بس. بس اسمع. انا ما قلتش انجازات تاريخيه. مين انا للمجلس؟ ما قلتش على مستوى الالعاب في طفره هائله لا ينكرها الا جاحد. ما قلتش ان مسار في الحلقه اللي مش عاجباك دي ان مسار كره القدم شهد تطورا هائلا وبيقول لي لو انت موجود كنت تعمل ايه؟ قلت له مش هقدر اعمل حاجه اكتر من اللي اتعملت. ما سمعتش دي؟ انت ليه؟ ما قلتش ان الانشاءات شافت طفره، بس الانشاءات دي كمان لم تخلق من عدم. مساله ان انا جيت وعملت، انا بنيت وانت بيضت وعملت ديكور. اللي بنى له دور وانت ليك دور. انت عارف ان انت حاططني في موضع الحياء لان انا مش عايز اتكلم، وابدو ان انا شهادتي في محمود طاهر منقوصه مش مجروحه. انا لو اتكلمت عن محمود طاهر هقعد اتكلم 3 ايام مش عايز ابدو كده. انا اتكلمت عليه. يا باشمهندس هو ده ايجاب ولا سلب اللي انا لا بقوله؟ لا ده ما فيش حاجه بقى اسمها. هو طلع في انا لم اسمع هو اللي انا بقوله ده. طب دي واحده. انا لم اسمع محمود طاهر طلع في يوم قال انا عملت. انا بقول بقى هو عمل. انا يا عم. طب انا بقول انت بتقول ما اتبنتش من فراغ. هو طلع قال انا جيت لقيتها خرابه وبنتها. يا سيدي كويس. انا بتكلم العامه ان كل مجلس ده انا بقول ايه تداول السلطه، وان الفريق مرتجي اشترى ارض، الكابتن عبد الصالح الوحش عمل الماكيت ورسى على المكتب العربي، الكابتن صالح نفذ. ولما جه الكابتن صالح ما انكرش دور الناس دي. لما جه الكابتن حسن اشترى مدينه زايد او استلمها، خد بالك، عملوا مناقصات ووصلوا بتاعه وعملوا ماكيت، جاي المهندس محمود طاهر نفذ. هذه ادوار كله بيتكامل، وهذا الدور متفقين. هذا الدور متفقين. مشكور عليه مجلس الاداره الحالي لانه عمله على اكمل وجه. خلاص الالعاب اول سنه كانت مرتبكه، ودي فتره ما كانش فيه خبرات ولا فلوس ولا حاجه، تداركوها وعملوها وصلحوا كل حاجه. كويس. واقول انا بقول هذا الكلام لان اذا ما قلتوش ابقى راجل مغرض. تمام. لكن لما انبه المجلس ده انا مش متفق معاك في كده، الدنيا ما تتقلبش يا باشا. لا 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 انت يعني. بص يا باشمهندس، ان احنا نختلف والله ما ازعل. انا ضد فكره التشويه اللي انا شايفه. يعني انت لما تتعلم يعني خلينا في اللي هنا. لا هقول في ناس بتشوه. احنا لينا علاقه هقول بيهم. اخر جمله والنبي عشان احنا لينا علاقه بيهم يعني. لا لا اللي بيشوهوا. لا اصلا انا شخصيا انت عارف اللي حصل بيني وبينك الليله دي حبا في عادل الايعي. طبعا. ليه؟ طبعا. ليه؟ وغيره عادل الايعي. طبعا. لان انا لما ابقى ماشي في النادي وحد يقول الله هو هيبقى احمد موسى وشوبير لا احمد موسى لو بطبل
واخد بالك؟ اسمع بس هو انا بطبل لحد؟ لا يا سيدي انا في بتكلم الهجوم. في الهجوم هجوم في ايه؟ اسمع بس بس اسمع بس انت صديقي اسمع لا بس. لا والنبي ما حدش بيقول كده يا انا اللي بقول يا سياده العبيد انت بتقول ايه؟ انا حابب احمد موسى لا اولا احمد موسى راجل سياسي انا ولا مش شوبير سياسي. ولا شوبير ولا شوبير يا راجل شوبير يا راجل احنا شوبير احنا هنغتاب الناس ليه؟ لا ما بغتابش انا على الهوا ما يدخل انا ما يدخل يرد شوبير ايه اللي قاعد على مدى كم حلقه يقول انا متمسك ببند الثمان سنوات هو ده في قناته يا دي واحد لا لا هو ده النادي الاهلي انا من حقي ادافع عن النادي انا مالي ومال شوبير يعني انا مالي ومال احمد موسى ما دافعش عن النادي الاهلي حتى عن النادي الاهلي ما دافعش عن النادي الاهلي كل واحد له اسلوبه ماشي ماشي هو انا ما كنتش يعني 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 لازم يعني كان في اقصاء كان في محاولات لاقصاء محمود الخطيب كان في لا مش الخطيب كان في شروط قد تقصي ناس انا ما اعرفش تنطبق على مين الثمان سنين كانت محطوطه ولا ما كانتش محطوطه انت عايز رايي كانت محطوطه ولا لا عايز رايي كانت محطوطه ولا لا انا ما اعرفش اذا كانت محطوطه ولا بس محمود طاهر لو كانت محطوطه وخضع للابتزاز هو مخطئ ابتزاز ايه هو انا لما اقول لك ان ده غلط تبقى ابتزازك ايه غلط يعني إيه لما يجي الراجل اللي وضحها قول لي ايه غلط ما انا ماليش دعوه يا الراجل هي في لائحه بتطبق اصلا انا بكلمك انا كنت بتتكلم على من حيث المبدأ القانوني انت عايز يا استاذ بريب كنت عايز تفتح السلطه ما تقيدهاش احكم بينا لا لا انت حضرتك بس انا هرجعك للمبدا القانوني ماشي انت كنت بتتكلم في الاول ضد اي قيد مش كده والاصل في المساله ان انت تفتح لا بدون قيود معلش بقى ما هو زي ما قال لك المهندس عدلي انت بتنظر للامور بانتقائيه الحاجه اللي عايزها هتاخدها والحاجه اللي مش 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 مش, مش مقتنع بيها هتسيبها يعني الدستور لما قال مده الرئيس مرتين انتقائي ليه ماشي ما بعد اذن حضرتك انت دلوقتي في جزئيه اطلاق سلطات الجمعيه العموميه كامله موافق عليها وعايزها ماشي ليه تقيد 8 سنين و4 سنين لان برضو ده انت 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 دي انتقائيه لا 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 انا قلت لك انا الشان الخاص جزء من الشان العام مش حاجه متفرده كده انت ليه بتعمل بند الثمان سنوات مش اقصاء لاحد انا ممكن اي حد انت عايز تقصيه اللي عايز يقصي هو اللي يموت والتاني اللي يكمل يا جماعه مش كده طيب ماشي هي دي وجهه نظرك اللي هي فكره اللي هي فكره اللي هي فكره لا اللي هي فكره ان يكون هناك دائما تجديد كارثه مصر الحقيقيه في ال 30 سنه السود ان الميه وقفت كده الوزير قعد 25 سنه نتج عنها ايه جمود انت كده بتتهم الجمعيه العموميه عدم الوعي بايه ما هي اتغير وتلات تقول لها 8 سنين انا موافق ما اتغير انا بقول لك انا مع ايه 8 سنين انا موافق انا بقول لك لا يعني هي عوده بس انا كنت يا فندم عايز اثبت حاجه واحده بس اتفضل لو وضعت بند الثمان سنين في اللائحه ليس معناها الاقصاء وجهه نظرك برضه وجهه نظرك لا ده قانوني يا بيه وجهه نظرك والله ما هو قانوني القانون نفسه 71 ما شملهاش اللائحه تخالف قانون ايه اللائحه تخالف قانون لا بس ما قيدهاش القانون ما قيدهاش انا بسالك سؤال منطقي اللائحه تخالف قانون لا ما تخالفوش القانون ما فيهوش 8 سنين تحطها في لائحه حقي لان مش هو ما قالش ما قالش المدد مفتوحه يا بيه لا انا سالتك سؤال لا الاصل في الاباحه الاصل ما دام ما نصش عليه والحظر هو بالقيد ومع يعني هذا انت يعني ومع هذا يعني 8 سنين لا موجوده لا في القانون ولا في اللائحه لكن انا مع 8 سنين طيب يبقى انا مع انا بس فكره لكن فكره انك تيجي تقول لي ابتزاز يعني النهارده استاذ رجائي لما يطلع وحد قال له ان هيحطوا 8 سنين راح عامل بيان قال فيه انا ما قلتش كده انا بتبرأ من هذا البند مع احترام يبقى ده ابتزاز يعني ده ابتزاز مع احترام الشديد للاستاذ رجاء عطيه هذه سقطه تحسب على رجاء عطيه ليه؟ وانا بقول على الهواء رجاء عطيه كان يملك يعمل الاتي يرفع سماعه التليفون اذا كان هذا يرى هو ضده يا فلان خلاص هو عمل يا سيدي خلينا اكمل يا فلان انا نما الى علمي ان هناك شيء ادرك في اللائحه انا لست طرفا فيه انت بتاكد كلام انه كانش موجود هل هذا صحيح؟ إذا قال له صحيح يطلع البيان اللي هو عايزه. لكن الأول أسأل علشان ليه ده الأستاذ كامل زاهر طلع هنا وقال هنعملها بدون أثر رجعي. الثمان سنين هتتعمل ثلاث مرات بدون أثر رجعي. فين؟ أنت مش مع مبدأ الثمان سنين؟ قول أنا مش ضده بالعكس كويس مش ضده يعني يتحط ما تحطش انا براهن على وعي الجمعيه العموميه ما انا موافق عايزه 8 سنين عايزه 4 هتغير وانا رايي بند ال 8 سنين بعد الانتخابات دي لابد ان يدرج على بنود التغيير بصرف النظر ماشي مش ده قضيتنا بس قضيتنا ان يتهم انه اتشال نتيجه ابتزاز من مين ابتزاز انا بقول لك لو انا ما قلتش اتشال قلت لو اتشال ابتزاز من مين ان اللي شال علي بطحه من الاعلام يعني لا 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 من الاعلام لا مش بالحمله اللي شنت لا لا لا, لا. امال ايه انا بقول لو انا ما اعرفش كان محطوط ولا لا برضه باكد لا هو كان محطوط طبعا ما اعرفش لان استاذ كامل زاهر قال يا سيدي انا ما اعرفش هو قال الراجل يا اخي انا قلت طيب هي وجهه نظر اطلع لو كان محطوط اتفضل والحمله الحمله المغرضه دي اللي شنت دي نتج عنها ان هم شالوها يخطئوا يبقوا مخطئين طب ما في حمله دلوقتي على المقرين وما شالوهاش مين هو الناس حمله على المقرين هو حد عايز يناقش
مش فاهمني يا بدر، انا سالت حضرتك سؤال في الموضوع يا سياده العميد. ميزانيه النادي الاهلي وقد قربت الحمد لله على مليار جنيه. ده انجاز ولا مش انجاز؟ انجاز كبير طبعا. ايه الانجاز، ايه النصاب القانوني للجمعيه العموميه عشان تعتمد ميزانيه بمليار جنيه؟ النصاب كام؟ النصاب في رايي انا هي دي جمعيه العموميه كام؟ 140,000. حلو. طيب ميزانيه مصر قد ايه؟ لا ما تخرجليش بره مصر. وانا مش جزء من العمل العام. انا اسالك سؤال. هو انا شخصيا انا شخصيا 70,000. 70,000. 70,000 نص الجمعيه العموميه. انا لما سالتك اجيبهم في يوم؟ انا سالتك من شويه انت قلت لي انا ضد تحديد نصاب اصلا. مش كده؟ لما قلت لك علشان اجمع جمعيه عموميه تناقش ميزانيه. في فرق. عايز كام نصاب؟ قلت لي انا ضد تحديد الانصبه اصلا. مش كده؟ في فرق. ايوه. ان انت تحول هدفك لثقافه عامه مش نصوص. يعني انك توصل عضو الجمعيه العموميه انه يجي مختارا. هو ده كويس. بس هو ده انا عايزه وتيسر له قدر امكانك. تمام. تيسر له قدر امكانك. تمام. فكره كلمه تحديد النصاب ده اهي بالاسم كده انا مختلف عليها. وانا وما زلت مش لازم. ليه؟ مش لازم 500 واحد. يعني في 500 واحد ينوب عن 140,000 في تحديد مليار جنيه. والله اقسم بالله لو ال 140,000 ما جم هم يستاهلوا. طب ما احنا ده اللي بنقوله. خلاص. احنا ده اللي بنقوله. لا انا بتكلم على يا سيدي انا انت بتقول اصل ما ينفعش يا عايز اعمل مقرين علشان ما ينفعش العدد يبقى قليل. لا انا عايز اوسع قاعده المشاركه. احنا متفقين على دي ولا مختلفين؟ عايز توسعها وفجاه بتوافق على ال 500 يا سياده العميد. يا عم يصبح هو دوره. يا عم انت بتاخدوا الكلام ازاي؟ يعني انا بقول لك انا بديك الحق. انت عايز انت اقرب لك مدينه نصر روح انتخب مدينه نصر. ما جاش ان شاء الله ما جه. طب ما في واحد طب ما في الرئاسه وما حدش ترشح. طب هسالك سؤال ينجح. استنى بس خليك معايا. اللي هو المقام الاعلى وما حدش ترشح تلغي الرئاسه؟ لا طبعا. ولا هتقول بالتزكيه؟ لا طبعا. هنا بلاش نمسك بلاش عارف الفكره. طب اخر حاجه بقى فكره الزوايا الضيقه دي. خلاص ما انت مش اسمع بس. فكره الزوايا الضيقه دي خطا. انا بتكلم على فكره القيد. انا بقى عايز احس الناس طواعيه ان هم يجوا. كويس. مش عايز يجوا بقد ايه؟ يجوا ان شاء الله. يجوا بقد ايه يعني ايه؟ يعني في النهايه في محدد قانوني لازم يكون. لا مش لازم يكون في محدد قانوني. يا عم انا قلت لك الدستور. طب انت بتقيد بتقول مؤهل عالي وبتقيد بتيجي تقول ما حدش يتصالح. مش دي قيد؟ انت موافق على عدم القيد؟ قول يعني عدم القيد. ان ما حدش يتخيل. لا لابد في محددات قانونيه. هو مش قيد. هو مش قيد. ده على فكره اثنين على واحد فاول. بس انا موافق. مش اثنين على طب دقيقه واحده. انت خلاص يبقى خلي رئيس الجمهوريه مش بالضروره يبقى معاه شهاده. يا بيه احنا بنناقش قانون النادي الاهلي والرياضه. هو قانون النادي الاهلي. هو النادي الاهلي ده بروز طالع من جمهوريه مصر العربيه كده شارد لوحده ولا جزء من المنظومه العامه للدوله دي؟ طب اديك نموذج برضه. حسين العقاد. العقاد عباس محمود العقاد. عباس العقاد. معهوش الاعداديه. لا حول ولا قوه الا بالله. يا عم عباس محمود العقاد انما وصل للناس بموهبته. يا عم وصل لقلوب الناس. محمود ده المقياس بذمتك؟ لا لا لا. افرض ان انا راجل عبقري في الاقتصاد. وخدت شهاده متوسطه وعبقري في الاقتصاد والنادي بتاعي مقتنع بيا. تيجي ازاي؟ تيجي ازاي دي؟ تيجي ازاي؟ تيجي ازاي؟ بالعربي تشيبه. ايه العربي تشيبه؟ احسن صرح. والله انا عايز احسن صرح. برافو عليك. احسن صرح. برافو عليك. تقول لي ما معهوش مؤهل عالي. برافو عليك. ده يدير 30 نادي. برافو عليك. انا رايي ان العربي توشيبا نرشحه في الدوره اللي جايه في ظل الازمه الاقتصاديه احنا فيها دي يحكم مصر. هينقذها. انا موافق والله. يا سيدي ما عنديش مانع. لا احنا قفزنا شرط المؤهل. احنا قفزنا شرط المؤهل. وانا هعينه. وانا هعينه. عايز اقول لك على حاجه. قفزتوا انتوا فجاه. عايز اقول لك على اصل اللوائح والقوانين التفصيل دي. هو ده اللي بيزعل. هي دي. هي دي. حط القواعد العامة. هي دي اللائحة دي. هي دي. لا البنود اللي فيها قيود دي. هي اللي جديدة. اللي هي ايه؟ التفصيل الجديد. انما القديم ما فيهوش تفصيل. انت لسه مش مقتنع ان من عضو حقي انا. طب انا من حق اخش مقر الجزيرة ولا مش من حق؟ لا حول الله. قول لي ولا لا؟ طب من حق. وفي حد من حق اخش نادي مدينة نصر؟ طبعا. انا متصنف؟ انا نموذج لاعباء الاهلي. مش تصنيف. انت إيه؟ اجرائيا في استحاله ماديا تتم كده. انا سالت حضرتك والله. وانا قلت لك انك اتفضل يا ابراهيم. خلينا نثبت الحق يا استاذ ابراهيم وبعدين نناقش الاجراءات. نثبته. حقه ولا مش حقه؟ حق اي عضو. اي عضو في النادي من حقه حضور جمعيته العموميه. يحضر. واخد بالك؟ انت ليه عندك شكوك في الجمعيه العموميه كلها كده يا باشمهندس؟ لا خالص. مش انا. ده دفاع عن حق الجمعيه العموميه. ده انا بالعكس. لا هو بيدافع عن حق. انا مراهن على العضو اللي في مصر الجديده ان هياخد عربيته ويجي. شكوك في ان هم ينقسموا. يا عم بمعنى الاهلي. يا بدر انا عندي ثقه ان عضو الجمعيه العموميه اللي فضل طول عمره يجي ويسري الانتخابات بدون تقاعد واللي نجح. واللي نجح مجلس اداره بالكامل جديد
على ناس من أصحاب الخبرة باكتساح ما هم كانوا في مقر واحد. أنا دي اللي أنا عايزها. أنا شوف أن عضو النادي يشيل الهم يوم. أنا سألتك سؤال قلت لك الهم لو يوم. الجمعية العمومية دي في يوم من الأيام وصلت لـ200 300 400 ألف ماذا أنت فعلا هتكون هناك من تحضر في الجزيرة؟ تحضر. انا عايز اقول لحضرتك هو في مكان في مدينه هو التطور الطبيعي اللي حضرتك بتقوله الكرة. التطور اللي حضرتك بتقوله لا لا انت هيوصلك ان انت هيوصلك ان انت تصوت من البيت. انا عادل القيع عامل لك جمعيه عموميه مصر 200 300 الف دول لا هيكفيهم لمدينه نصر ولا يكفيهم الشروق. يعني يعني انت كل اللي تخوف ان الانقلابيين اللي في نادي مدينه نصر يعملوا انقلاب ويستقيلوا. انت اللي بتقول جمله تحريضيه. انا اللي بقول لا لا دي جمله تحريضيه. هو انا بقول دي جمله تحريضيه هقول لحضرتك عليها. هو انا اللي بقول هنقسم النادي يا استاذ بلاش شغل السياسه اللي عايز اقول لحضرتك عليها اللي انت محنك فيه اكتر. هو ايه السياسه ايه اللي محنك فيه اكتر منه؟ ده كلام ده تحريض. ايه استنى بس ولما لا لا جمله تحريضيه منها ايه يعني انا بقول كده كلام انت بتقول انقلابيين ده كلام شيطان. لما يبقى لما توصف الناس بكده اكن احنا اللي بنقول هو كده. انتوا المعنى اللي بيتقال دلوقتي ان هناك انقلاب. انا مصر من الشيطان اللي قاسم النادي الاهلي. عايز اقول لك حاجه هناك مخاوف حقيقيه انه تعدد المقرات. انا الشيطان ما انا قلت لك وانا اعترفت. طيب واحد منهم على فكره هم كتير بس انا واحد منهم. تعدد المقرات لي وانا يخشى ماشي الناس بتقول لي والناس بتقول لي لا ده انت كلامك صح ماشي ما هو حقك بس انا غيرت عليك. انت انا غيرت عليك وانا بغير عليك جدا. الشيخ زايد حقها يكون عندها مقر انتخابي؟ الشيخ زايد حقها ما كتبتهاش ليه؟ لا يراجع اي حد يراجع في اي حاجه. انا بتكلم حقوق اذا حقوق وبعدين 10 تضمن فروع بعد 20 سنه هتعمل في كل فرع لجنه انتخابيه وبعدين وتتناقش فين وتناقش الميزانيه هتديرها ازاي يا بيه؟ انا سالت الانتخابات على مستوى الدوله ما عندهاش ميزانيه. يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي اسمع بس الاجراءات انا والله مستعد اناقش فيها بكره واذا ثبت اننا لن نستطيع. ما الاجراءات اللي انت خدتها والله انت ما عايز تجاوبني. الحكم بغلطان اهو اتفضل. ميزانيه المليار جنيه هو انت مش كنت في الاجراءات يا باشا؟ وانت ارجوك بعد اذنك عشان بس نوصل لنقطه موضوعيه شويه. تعدد المقرات وعندك ميزانيه ضخمه مجلس الاداره ايا كان هو مين وامين الصندوق اللي القانون بيحمله مسؤوليه كامله عندك الجزيره ومدينه نصر والشروق وباذن الله تعالى التجمع والشيخ زايد واسكندريه مجلس الاداره اللي هيحاسب هتجيب بتوع اسكندريه بعد اذنك بعد اذنك مجلس الاداره اللي هيحاسب هيقعد في العباسيه ولا في العتبه؟ فين؟ مش في مجلس اداره ان شاء الله يقعد في الاستاد ما تفرقش معايا. هو انا ضد برضو ان انت ما تجاوبنيش. بص انت اللي عايز مش ده الاجراء انت في ميزانيه انت بتتذاكى عليها يا استاذ ابراهيم يا بيه والله ما تذاكى والله ما تذاكى. طب انا بسال سؤال منطقي جدا في ميزانيه بمليار جنيه عظيمه لابد من اعتمادها لانها مسؤوليه قانونيه اذا ما حضروش يبقى فوضوا مجلس يقعدوا فين؟ المجلس يقعد فين؟ الحلقه قربت على الانتهاء. لا بعد اذنك لو النبي يسيبك من التفاصيل ما نوصلش لنقطه. لا ده مش الاعتراض موضوعي. كلمه نصاب عموما النص على النصاب بنرجع لاول الحوار في اي شيء انا ضد النصاب كام من خبرات النادي؟ استاذ بدر استاذ بدر استاذ بدر بعد اذن حضرتك استاذ يا ابراهيم والنبي عشان خاطري اتفضل. هذه مناقشه لن تنتهي ولا الفجر لانك اراء والاراء بتصطدم وبتتفق. انا النهارده عايز اوصل بقى ده اتهامات قبل ما تبقى اراء اتهامات من قبل حضرتك حول الله يا جماعه خلينا بقى ناس كبيره بقى ماشي. لا كبيره ما احنا صغيرين ولا لا انا كبير انا ماشي وانا كبير عايز ابقى لا عايز ابقى كبير انتوا الاثنين قيمه يا حول الله يا رب قول هنقضيها كلمه بكلمه قول يا باشمهندس يا يا والنبي يا كفر زي اشوف بعض ماشي لا ما حبايب ده هشوف دلوقتي المنظر روح هديني خلي بالك بص يا ايها العميد الجميل اللي يعنينا دلوقتي خلاص توليت او زي ما بيقولوا ما بقاش في حاجه تتعمل. الاراء كلها طرحت وناقشناها وما يحصلش غير في النادي الاهلي العظيم ده ان الناس تقدر تتناقش بهذه الاريحيه تمام ومحدش يزعل منها ونبقى حبايب واللي يزعل يبقى مش مننا ماشي خلاص ماشي. طيب النهارده ازاء موقف معين انا متوقع هيسفر عن صدام يؤدي الى ان اللائحه اذا استمرنا على الشكل اللي احنا ماشيين المسار بتاعنا ده ان الجهة المنوط بيها سواء عجبنا القانون او مش عجبنا او مش عجبنا هذا الكلام او مش عجبنا نعتبر ان احنا مش عجبنا لكن هم الذين يملكونا يقولوا لنا ايوه هنعتمد او لا مش هنعتمد. هم بعتوا جوابات بيقولوا اللي مش هيمشي كده مش هنعتمده ماشي. من دلوقتي ماشي. اذا لو النادي الاهلي ما اعتمدوش خريطة اللائحة الاساسية اللي هيجرى عليها انتخابات مش هتقدر تفتح باب الترشيح ليه؟ اذا هتفتحوا على اللائحه الاسترشاديه
هو أيوة مين كده؟ ايوه ايوه آه آه اذا ما هنا مفيش صدام هيفتح لك انت اذا هتطردك لا امال هتعمل ايه؟ انا لو انا مش عضو مش مجلس انا مش مجلس اداره لكن اذا كان ليا ان انا اقول رايي كعضو في النادي الاهلي هيقول لي بقى رايك هقول حاجتين انا طالما انا واثق انني لم اخالف القانون ولم اخالف اللائحه بالنصوص مش بالفهم مش بالاستنتاج وانا واثق من موقفي القانوني اجري هاجل الانتخابات على اللائحه الاسترشاديه وهصعد شكاوي هلجا لكل الجهات القضائيه اللي انا ممكن الجهات والاناه يا سيدي هو ده الكلام لا استنى بقى ده هو قال كلام مهم جدا لخص كل انا رايي كل اللي احنا فيه ده ملوش لازمه انا احنا نعمل لحظه واحده ونفذ واشتكي احترم احترم النظام وبعدين احاول اغيره واشتكيه وبين العورات اللي فيه واجري باقصى سرعه تمام. لصالح افكاري تمام. وهو ده مربط الحل. الفرس والخلاف احنا مش مختلفين وعايز اقول لك معلومه ثانيه وانا شخصيا لو من مجلس الاداره هروح المحكمه الدستوريه اعمل اللي انت عايزه أيوة. اعمل أنا بقول لكن ما تصطدمش لان انا خايف من حاجه واحده بس انت اما هتيجي تعمل كده وتقول هعملها على بعد الاستفتاء على اللائحه دي هيجي معترف لك شبيهة مش هتعرف تعمل انتخابات واذا عملت مش هتعرف على اللائحه اللي هو معترض عليها يا سيدي يا سيدي اذا نجح يا سيدي اسمع ما انت بتقول هعملها على الاسترشاديه ماشي انا هنرجع تاني لا تعمل على الاسترشاديه وتدعو بعد كده الجمعيه وتدعو بعد اللي ينجح بعد كده يا عم عايز ادعو ايوه ده اللي انا بقوله بس خلي بالك انا بتخيل لا لا والمسار القضائي لا يتوقف ولا يتوقف في كل المحافل القضائيه من دلوقتي ارفعه من دلوقتي ارفعه من دلوقتي ارفعه لا ما هو لازم يبقى بس ما تصطدم ليه ما تصطدمش شوف بقى كل اللي بنقوله ده عباره عن ايه شقاوة حوار وكل واحد متعصب لرأيه حلو التعبير الجميل ده خلاص حلو يا عدل والله والله خلينا بقى في الكلام اللي يهم النادي الاهلي اخشى ما اخشى ان احنا لو صممنا ان احنا نعمل انتخابات على اللائحه اللي بتعترض عليها اللجنه الاولمبيه اللي انا وانت بنقول ملهاش حق لكن تملك انها تقول تملك بلطجه مش تملك قانون تملك بلطجه اللجنه الاولمبيه تملك ووزاره الرياضه بيبلطجوا بوضوح كده تملك باي صوره من الصور يبقى انا مش هقدر اعمل انتخابات عارف يعني ايه مش هقدر اعمل انتخابات يعني ايه يعتبر المجلس منحل ليه ما هو عشان اصطدم بصحيح القانون ما مشيش مع القانون انا طب اقول لي هات طب هيعتبر المجلس مستمر خلاص هات لي البند في القانون اللي بيقول يا تسمع كلامي يا روحك فين ده؟ مفيش بند خلاص لا لا في في بند فين هو قوله لي بص المادة الرابعة في القانون خولت السلطة الكاملة ده هو قال كده يا بند يعمل ايه؟ قال كده قال اللجنة الأولمبية يعتبر المجلس كل ما تراه من إجراءات بس انا مش عايز اتكلم لاني مش عجباني زيك زي زيك مش عجباني الفرق اللي بيني وبينك يا جماعه في نصوص صدقوني الفرق اللي بيني وبينك انا مش عايز اعملها بصدام انا 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 اصبر بس عليها والنبي عشان الخطوه اللي جايه هي اكتر ما في الموضوع اللي فعلا بقى سيبك من مقر من المقرين والكلام ده ماشي اذا في اصرار على ان تقام الانتخابات على على خلاف المقتضى او التعليمات بتاعه اللجنه الاولمبيه اللجنه الاولمبيه والجهه الاداريه مش هتعترف بيها بدليل ان اللجنه الاولمبيه قالت لا هبعت مندوبين وسحبت الاختام يبقى ان هي مبايته ان تقول دي مش شرعيه طيب هتيجي الاعضاء يقولوا كده رتبنا للاعضاء حقوق الاعضاء هتعمل حاجه من اثنين هنقول لهم والله جبنا لكم حقوقكم وروحوا دافعوا عنها وتبقى عمليه بقى ليه تصعيد عنها ليه؟ ما هو يدافع عنها مجلس اداره امال مجلس اداره ده بيعمل ايه اصبر بس عليا يا اما لا اللي هيحصل انا بقول لك كده ان يعني كل يعني هيحصل كده انا 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 استفتيت على حاجه وانت ما مشيتهاليش مين اللي ما مشيهاش يا عم ياخد لائحته لو اللجنه الاولمبيه يا باشمهندس عدلي يا بدر بس خليني اخلص كلامي اتفضل الصدام جاي منين؟ جاي من الحته دي ان في ناس عملت استفتاء المسؤولين عن النظام وإقراره في الدوله ما اعترفتش بيه هتعمل لي اجراء الله اعلم يبقى حل عدم اعتراف ماشي. انا هعمل مجلس اداره الجاي امتى وازاي هي دي المشكله هقول اولا انا شخصيا وانا ممكن ابص للكاميرا بعد اذنك بدعو كل اعضاء جمعيه العمال النادي الاهلي صرف النظر عن اللي هيعمله اللجنه الاولمبيه انهم يروحوا صوتوا بكثافه وتصبح مصير النادي الاهلي ومستقبله في رابط مجلس الاداره ومن خلفه الجمعيه العموميه اذا كان ده حقي ما فرطش فيه علشان خاطر ارض هشام حطب يا راجل انا عايز اسالك سؤال انا بتكلم على يعني انا عايز اسالك سؤال هشام حطب تاني ما انا هقول لك ما هو بيبلطج يا سيدي هو راجل هربان من التجنيد مش انت قلت هنمشي انت بترجع الكلام تلحسه احنا كنا وصلنا ما انا اقول لك اشتكي انت بترجع الكلام مجلس الاداره لا بتقول لي همشي بالاسترشادية لحد ما غير النظام اذا 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 اللجنه انتوا حرين وافتكروا كلامنا هقول لك بص هقول لك اخر كلمه ربنا يستر هقول لك كلمه بقى
ربنا الجمعية العمومية اللي قادمة ليست فقط التصويت على اللائحة. الجمعية العمومية القادمة هي تفويض لمجلس الإدارة في الدفاع عن حقوق النادي الأهلي. النادي الجمعية العمومية عايزة تروح والله أنا رأيي أنا كده. رأيك وفين بقى مين اللي بيدي التفويض ده؟ لما اروح لو ما حدش في الدنيا ياخد تفويض مني في الجمعيه العموميه يا سيدي ولا اخويا ولا ابويا ما حدش ياخد مني تفويض. انت مش بتقول انت الله مش ازاي الكلام ده بدري انت مش بتقول انت بتقوله ده خطير جدا اللي هو ايه التفويض اللي هو تفويض إيه؟ المجلس اللي هو التفويض ليه اللي هم في الاخر اشخاص زينا بيتفقوا ويختلفوا انت بتسيبهم يا عم يلا يلا يا عم خلينا اكمل بس جملتي. لا 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 يعني انا دلوقتي لما يبقى عندي 30,000 بيصوتوا على الجمعيه دي مش تفويض لا اتفاقا على موقف من التفويض يبقى في كلمه تفويض المجلس من سلطات خد بال حضرتك ما في راي خطوه حطوها بقى حطوها هنا في الرأي يعني هو مش من حقه هيروح المحكمه بموجب ايه يا باشمهندس بموجب ان انا عملت اجراءات هيقولوا له مش شرعيه القاضي هيحكم فيها من اول يوم بالشط انا من اول يوم بقول لك كده والله خلاص يبقى القانونيين دول اللي بقى عندنا قانونيين ما بيفهموش احنا احنا كنا وصلنا خلاص يمكن في حاجه خفيه احنا كنا وصلنا النقاط هيقول له اوكي عندك انا اعتقد ان في حاجه خفيه طيب هيقول له عندك حق عندك حق وانت صح خلاص اللجنه الاولمبيه تسكت طب يعني ما اخدش في مشكله انا مش يعني عايز يا سيد العميد حد من الطرفين يتنازل طب استنى عشان حد من الطرفين يتنازل يعني انا عايز اسالك سؤال هو الوزير خالد عبد العزيز اللي انا بقول لك الذي افسد انتخابات اللي فاتت خالد عبد العزيز بالظبط كده انا اللي بقول وانا رحت له مكتبه وكان معايا الله يرحمه امس يعني العالي كان معايا مجدي ياسين الحمد لله انا بقول لك اهو تاخير الكشوف ونكدنا كل اشتبكنا في التليفون وخالد عبد العزيز بهذا الموقف السلبي اللي هو عامله يا اخي انا وزير سياسي انا في النهايه وزير كمل سياسي كمل عليها بس صح لو ايه اللي هو ايه طاهر ابو زيد طاهر ابو زيد طاهر ابو زيد ثم خالد عبد العزيز انت مالك من طاهر ابو زيد ما انا بقول لك هو اللي انا رايي ان طاهر ابو زيد هو اللي فتح انتخابات افضل وزير رياضه جه في تاريخ مصر لا احسن رئيس وزراء ماشي كويس لكن في انتخابات الاهلي افسدها افسدها بالمشاركه مع خالد عبد العزيز يعني افسدها جاب مجلس اداره عمل الانجازات دي كلها يبقى افسدها لا يبقى افسدها هو لما كان طاهر ابو زيد بيعملها كان عارف مين هيترشح مين ما كانش يا عم طاهر ابو زيد عمل انتخابات بخلاف القانون. لا مش صحيح اللجنه بتاعتك ما كانتش قانونيه لا قانونيه ما انت مش عارف خلينا نعمل حلقه بقى لان احنا ما كناش تعال لنا يوم الخميس اني خميس الجاي اللي جاي ده اهو بس انا عايز اقول لك معلومه بس قبل ما اقوم احنا ما كناش لجنه بتعمل انتخابات احنا كنا لجنه اداريه انا هجيب لك صور اعضاء اللجنه القضائيه الهيئه القضائيه اللي كانت بتدير ولم يسمحوا لواحد يعني عايز القرار بتاع حضرتك كنت حضرتك قراري انا لجنه اداريه تحل الاشراف على الانتخابات لا يا فندم يا سياده العميد كنت في هذه انا هجيب لك القرار طب خلينا بس في الربط بين الموضوعات كنت في هذه اللجنه كنت موافق على ان النادي الاهلي يعمل لائحته مجلس الاداره القائم وقتها ومجلس منتخب لا اترفض حط مشروع مطار ابو زيد اترفض نفس بعد ما وافق له كويس بوحش في النهايه الموافق كان في وعاقب لائحه عاقب الجهه الاداريه مش كان من الممكن الاهلي من خمس سنين يملك لائحته ويدير اموره وما يحتاجش دلوقتي ده ما كانش القانون بيسمح له ما انت ضد القانون انا قانون لا انت قانون بتقول انا مش معايا القانون انا مع النادي الاهلي انت عايز الصراحه القانون القديم كان حاطط مسؤوليه في رقبه الوزير اللي هو بيتهرب منها دلوقتي بموجب القانون الجديد استاذ ابراهيم اعتقد دهمنا الوقت واستمتعنا بالمناكفه لسه معانا وقت عشان نوصل لانه بيقول لي زهقت ولا ايه في دقايق لا لا في دقايق يا ست العميد معانا احنا كنا وصلنا للجزئيه يا شباب دلوقتي نكمل ولا ايه انت حضرتك قلت كلام ورجعت عنه اللي هو انا مش سامعك ان انا دلوقتي كمجلس انا كجمعيه لازم اجي واصوت على اللائحه اكتمل النصاب اكتمل ما اكتملش اشتغل بالاسترشاديه وبعد كده الحقها قضائيا مش كده لا دي لحقها قضائيا من يوم ما ترفض من دلوقتي الليحة. من والله دلوقتي. من دلوقتي كويس انا موافقك والله لكنه الحل ايه انفذ ولا انا ان يكون لي حق واتنازل عنه ببند الاذعان ولوي الدراع اللي بيعمله خالد عبد العزيز وهشام حطب انا ضد ان محمود طاهر يخضع صالح سليم في يوم من الايام رئيس الجمهوريه جاي يحضر ماتش نهائي وحطه في الوزراء وقال له صالح سليم هتقعد في الصف اللي ورا قال لهم رئيس الجمهوريه ضيف النادي الاهلي انا ما اقعدش ورا هلا رجعت تسترشد بيه وانا اقدر انت تقتمي صالح سليم هو انا اقدر هو بقول لك يا كابتن بس صالح سليم انا اقدر انت تقتمي صالح رئيس الجمهوريه مش من حقك تحضر من لا ما قالوش مش من حقك قال انا صالح سليم انا رئيس النادي الاهلي ده النادي الاهلي وكان بيدافع عن ده النادي الاهلي مش النادي الاهلي اتقال له بخ يجري هو ايه هم بيبلطجوا على النادي الاهلي ولا ايه احنا بنقول خالد عبد العزيز وهشام حاطب بيبلطجوا قانون غيره برفع قضيه خلاص ده اللي عرفه ده بذمتك وزير قاعد يتفرج وبعدين يطلع في مداخله تليفونيه يقول للنادي الاهلي يعمل اللي هم عايزينه انا مش هقول لهم حاجه بس مش هنعترف ايه ده ايه ده الوزراء دول هل احنا نحط ايه الوزراء دول ايه يا عم ايه الوزراء دول ده وزراء جد علينا الوزير يجي يقول تعالى
تعالى تعالى النادي الاهلي، تعالى هشام حطب، تعالوا قولوا لي في الحق فين. اذا كان القانون بيديله القانون ولا مش بالقانون؟ القانون الجديد ما بيديلوش الحق. القانون إيه؟ القانون اللي مجلس الوضع قرره. يعني بقول لك يا باشمهندس، يعني هشام حطب يقدر يتصرف بعيد عن خالد عبد العزيز؟ قانون اللي يتصرف، القانون اللي يتصرف، القانون اللي يتصرف. المفروض والمفروض ده بيحصل كام في المية في مصر؟ احنا مالنا مال الاعراب؟ هو في النهاية انت حضرتك بتحترم يا جماعة نضحك، احنا مصريين وعايشين مع بعض، هنضحك على بعض. كويس كويس. المفروض ايه؟ احنا انت بتتكلم في حتة تانية. لا ما بتكلمش، انا بقول لك اهو، هذا تواطؤ، هذا تواطؤ من خالد عبد العزيز وهشام حطب. بص كلام، انا اتحمل مسؤوليته يا عم، انا حر. لا وانا بقول لك خالد عبد العزيز متواطئ كويس، وخالد عبد العزيز وزير سلبي، وزير سلبي وجهه نظر، ما اعرفش عايز يعمل ايه يعني متواطئ معاك. ده هو اللي جاب المجلس دفع وعينه وشاله المجلس. لا لا متاسف مش هو اللي عينه، اللي عينته الجمعيه العموميه. المجلس ده مش جاي من البيت. لا 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 متاسف، ما نجريش وراه. النادي الاهلي ده اللي جاب المجلس، ده الجمعيه العموميه اللي جابته الجمعيه العموميه. بس في محكمه قالت حاجه، قالت ايه؟ في حكم المحكمه ابطل الانتخابات. واذا خالد عبد العزيز قرار غير ده يبقى ضد رابطه الجمعيه العموميه. ايه المحكمه يا سيدي؟ خد قرار في الاخر لصالح. انا عايز اسال، يعني ما هوش ضد المجموعه، اقصد اقول انا يعني. مش دعوه بالمجموعات، انا بتكلم عن حقوق عامه، ماليش دعوه بالمجموعات. انا انت بتشخصن لي ليه؟ انا ما بشخصنش. خالد عبد العزيز وهشام حطب بيبلطجوا، لا طيب. قانون ولا يحزنون. هو عندما يتدخل الوزير كابتن طاهر ابو زيد، لما تدخل تدخله كان محمود بالنسبه لك باللي هو ايه؟ يتدخل يا عم. انتوا يا طاهر ابو زيد عامل لكم مشكله؟ لا ولا مشكله خالص، ولا مشكله خالص. بس انا بقول عامل عايز الوزير. لا ما عملش الاهلي مشكله، عايز الوزير. طاهر ابو زيد خدم الاهلي وخدم مصر، ووزير حارب فساد بمنتهى الرجوله. كويس، بوضوح. كويس، وانا مش عايز اتكلم، مش عايز اتكلم في التفاصيل هنا. كويس، يعني انا مش احنا في النهايه بندعو الاحترام. بلاش نخلي الموضوع شخصي، احنا في النهايه بندعو جميعا لاحترام القانون. مش كده؟ هذا القانون ما يديش السلطه للوزير. لو الموجود الكابتن طاهر ابو زيد دلوقتي، القانون اللي موجود ما يديلوش الحق، مش بغض النظر عن خالد عبد العزيز او طاهر ابو زيد او العمري فاروق. انت ده رايكم؟ القانون اللي اقره. ده رايكم وده رايي. ده نص القانون يا عم. لا انتوا في خلاص، في خلاف. ده رايكم وده رايي. في خلاف في التفسير. ده رايكم وده رايي. اذا بهذا الخلاف في تاسيس في خناي، كيف ننهي هذه الازمه في سطرين؟ كيف ننهي هذه الازمه في سطرين؟ وهذا انا اعتبره مش هنعاقب. ده رايك. هذا اقتراح. يعني القانونيين الثقاه اللي يعتد بيهم يؤخذ رايهم اذا كان ما يفعله النادي الاهلي هذا في حقوقه، اذا تنازل يحاسب تاريخيا وانا حاسبه. انا بقول لك حل المشكله يا عم. قول لي كيف تحل المشكله؟ لا تتحل المشكله يبقى لوي دراع. تحل المشكله ها. يجي خالد عبد العزيز ويجي يقعد كده ويجيب يعني يعمل نفسه وسط في محضر خير. تعال يا عم هل هناك خدمة؟ إذن بهذا النداء هل هناك العميد بدر بيناشد؟ ما بناشدش. بيطلب. أنا ما بطلبش من حد حاجة. بيطلب من الوزير خالد عبد العزيز يعمل دوره السياسي. اعمل دورك السياسي كوسط خير تنهي هذا الخلاف قبل أن يعمل. يا عم بقول مش مواد. يا عم لا لا هذا الخلاف لو بدأ تداعياته خطيرة جدا. ماشي. أرجو. لكن هو أرجو خليني أقول لك بقى أكمل فكرتي. من الراشدين أكمل فكرتي. هذا الوزير بموجب موقعه السياسي وموقعه السياسي قبل ما يبقى تنفيذي يقول هناك أزمة نتج عنها قانون معوج ولائحة أكثر إعوجاجا. أيوة. علينا أن نتدارك هذا الإعوجاج. تعالوا كيف نخرج من هذا الموضوع بالأطراف كلها. اللي له حق في حاجة ياخدها. النادي الأهلي اللي عمله طيب حقه ينفذه. طيب مش عيب. ما أنت بتقول قانون معوج. اللي هيناقشك من خلال قانون معوج. لا انا اعتقد ان اللائحه انت اصلك انت كنت وصلت الحل احسن من كده من ربع ساعه. اللي هو ان احنا نتقي الصدام ونمشي في المسارات القانونيه. ماشي انا موافق والله. بس انت لما حبيت تقول طرح تاني قلت لك لا لا عندنا وزير سياسي والله يجرؤ عنده القدره انه يعمل كده يعمله. انا عمل كده اهلا وسهلا. لكن اذا ما عملش كده ارجو ان احنا لا نصل بالامور لحد الصدام اللي دخل الاهلي في متاهه غير مقبولة. إذا كان حقا للنادي الأهلي على النادي الأهلي أن يصطدم دفاعا عن حقه بالحق بالقانون زي ما أنت بتقول. إذن متفقين ماشي. على أرضية قانونية واحدة. ماشي. على كل الأطراف أن تصغي فقط للقانون. سيادة العميد شاكرين لك جدا. القانون ولا اللائحة؟ القانون. لا لائحة بدون قانون. اللائحة منبثقة من قانون. أنا أولا أنا والله سعدت جدا. سعدنا بيك. بهذا الحوار. وخلي بالك القعده دي هنكملها في الدوار عندك. لا انت خلي بالك بس ايه بقى، في واحد في بلدكو بيقول لي لا سيبك من الدوار ده. في فرع للدوار عندنا، تعالى عندنا وانا هروح له. يا نروح انا وانت بس طيب. اسمعني بس، انت عليك عزومه غدا خلي بالك، وانت هربان مني. يا عم مش هربان مني، انت اللي بتزوغ. انا بزوغ والله العظيم. ثلاثه في الحته اللي انت عايزها، عايز تعملها في فرنسا في مكسيم
هتعزمني في مكسيم؟ امال ايه يا عم، انا فلاحت كنت بقعد على الطبليه باكل عيش وبصل، هتوديني مكسيم؟ يا عم خليني على قد مكسيم هنا، اصل في 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 في, في 6 اكتوبر يعني بتسرح بيا. اذا نتمنى ان تكون وجهات النظر القانونيه بالذات وضحت. صحيح الحوار كان فيه قدر عالي من الغيره على النادي الاهلي والحرص على مكانه النادي الاهلي، يعني في مجلس الشعب بالظبط الاثنين سياسيين، الاثنين من كفر الزيات. شكرا لك يا سياده العميد صديقي واخي، هنظل نناكب في بعض ونتفق، ولكن دائما نحترم بعض ولا نفسد للود قضيه، وانت على راس الفوز. ويبقى الموده بيننا طبعا طبعا يا باشمهندس عدلي، وفي كل الانتخابات انا هجيلك وزبكيك. ربنا يخليك يا باشمهندس، وانت شكرا جزيلا لحضراتكم على، انت اخويا الكبير وصديقي. شكرا لك، شكرا لحضراتكم على هذه المتابعه. دمتم للأهلي دائما، ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي دوما إن شاء الله، ويبقى الأهلي دائما زين النوادي. عبد الحليم حافظ.